مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من الماتش. النهارده اخبارنا كتيره. البدايه، الاهلي بيودع الدوري العام وينهي الدوري العام بهزيمه امام مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف. اخر هزيمه للنادي الاهلي كانت امام البنك الاهلي في شهر مارس الماضي، لكن الاهلي حطم كثير من الارقام خلال هذا الموسم. مبروك للنادي الاهلي بطلا للدوري العام المصري في موسمه الحالي. الزمالك انهى الدوري بتعادل امام بلديه المحله اللي للاسف الشديد هبط الى دوري المحترفين. التعادل كان بنتيجه ايجابيه، هدفين مقابل هدفين. لكن الخبر السعيد النهارده، نجمنا ايقونه الشباب المصري محمد صلاح فخر العرب للعام التاسع على التوالي في مباراه الافتتاح للدوري الانجليزي بيحطم الرقم القياسي ويحرز لتسع اعوام متتاليه في مبارياته الافتتاحيه لنادي ليفربول. عموما مليون مبروك لنجمنا الكبير محمد صلاح، وحنشوف على مدار الموسم. نتمنى ان يكون محمد صلاح دائما في المقدمه. بيراميدز ان شاء الله هيستهل مشواره غدا في الدور التمهيدي لرابطه الابطال في استاد الدفاع الجوي، ونتمنى التوفيق ان شاء الله لممثل مصر سواء كان نادي بيراميدز في دوري ابطال الابطال مع النادي الاهلي، وايضا نادي الزمالك في والمس بورسعيدي في الكونفدراليه الافريقيه. النهارده معانا اخبار كتيره جدا، النادي الاهلي والتغييرات التي تحدث في النادي الاهلي هقولها لكم بالتفصيل، وهقول لحضراتكم كمان ان احنا من شهر ابريل من الشهر الماضي يوم 11 الشهر الماضي قلت ان في البرنامج هنا تعديلات كتيره جدا هتكون في لجنه التخطيط وايضا في لجنه التعاقدات في النادي الاهلي، هجيبها لكم بالصوت والصوره. احنا قلنا ايه الشهر الماضي يوم 11، والنهارده اللي قلناه اتحقق ولا ما اتحققش. كمان نجمنا عمر فايد النجم الصاعد واللي خد واحد من افضل مدافعين في الاولمبياد اخيرا على اعتاب الانتقال الى الدوري الانجليزي. الصفقه عباره عن ايه؟ مين اللي هيضم عمر فايد؟ كل تفاصيل هتكون معانا في الماتش. الجزء الثاني ايضا هيكون نجمنا صلاح سليمان وامور كتيره جدا عن الكره في مصر ونادي ام بي وغيرها من الاخبار. انتظرونا في الماتش لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم وتفاصيل حلقتنا النهارده في الماتش. صرخات على مدار موسم كامل هو الاطول في الكره المصريه، وكان الله في عون الانديه، وكان الله في عون اللاعبين. اصابات، ارهاق بدني كتير جدا وكبير جدا، وده كله بسبب زي ما كلنا عارفين تلاحم المواسم. من الموسم اللي كنا موجود فيه في كورونا وما خدوش قرار بإلغاء الدوري في الموسم ده، تتابعت المواسم وتلاحمت المواسم. دوري احنا خلاص داخلين على شهر 9 والدوري لسه في الملعب. لكن الحمد لله غدا بمشيئة الله باللقاءات اللي هتكون ما بين المقاولين والجونة والداخلية والبنك الأهلي والاتحاد والمصري البورسعيدي وزد اف سي مع سيراميكا كليوباترا، هيسدل الستار رسميا على انتهاء مسابقة الدوري العام المصري لكرة القدم في موسمه الحالي. النادي الأهلي على الرغم من هزيمته منذ دقائق أمام مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، إلا أن النادي الأهلي استطاع أن يأتي من بعيد بعد تأجيل العديد من المباريات، وبيراميدز كان مستحوذ على قمة الدوري المصري لأسابيع عديدة جدا وقدم موسم هو الأروع منذ أن جاء بيراميدز إلى الدوري المصري خلفا للأسيوطي، لكن أدى موسم أكثر من رائع وكانت منافسة حامية الوطيس ما بينه وما بين النادي الأهلي. لكن النادي الأهلي كعادته بمساعدة اللاعب رقم واحد وهو جمهور النادي الأهلي، هذا الجمهور العريق وهذا الجمهور الذي يحرك الصخر، استطاع لاعبه النادي الأهلي انتزاع البطولة بعد أن استطاع هزيمة بيراميدز في المباراتين الخاصتين بالأهلي وبيراميدز اللي كانوا مؤجلين. وبالتالي استطاع النادي الأهلي أن يصل إلى مبتغاه وأن يصبح الدوري العام في نسخته الحالية في دولاب بطولات النادي الأهلي. هبط رسميا زي ما كلنا عارفين ثلاث أندية، أحد الأندية الشعبية وهو نادي بلدية المحلة اللي صعد الموسم الماضي، ولكن هبط في موسم جديد وفي أسرع وقت. هبط بلدية المحلة للأسف الشديد، وبقول للأسف لأن أنا دائما أميل إلى الأندية
الشعبية، لكن أيضا هبط المقاولين العرب. دي قلعة رياضية كبيرة جدا جدا جدا، بيصعب على الواحد لما بيلاقي نادي بحجم المقاولين العرب يهبط من الدوري الممتاز، لأنه عنده بنية رياضية تحتية على أعلى مستوى، مش مشروع استثماري ما بين قوسين فنكوش، لا ده المقاولين العرب عنده ملاعبه، عنده ناشئينه، عنده كل شيء على أفضل ما يكون. المقاولين العرب هو أحد الأندية أو أندية العظماء في الكرة المصرية، اللي فاز بدوري، فاز بكاس، فاز كمان بكأس الكؤوس الإفريقية، فاز بالسوبر المصري، فبالتالي حصل على كل البطولات المحلية وحصل أيضا على بطولات قارية، لكن لكل جواد كبوة. المقاولين العرب بما يمتلكوا من إمكانيات كبيرة جدا جدا قادر على العودة مجددا وسريعا إلى الدوري الممتاز، وده اللي احنا بنتمناه. أيضا هارد لك لفريق نادي الداخلية، قدم موسم رائع لكن في النهاية كان المصير المحتوم للثلاثة أندية اللي هبطوا، سواء المقاولين أو بلدية المحلة أو الداخلية. الدوري العام لو جيت اتكلمت فيه هلاقي فيه أندية الموسم ده قدمت مستويات أكثر من رائعة، يعني ناهيك عن الأهلي اللي فاز بالبطولة، بيراميدز اللي كانت المنافسة، لكن الزمالك استفاق مؤخرا، والزمالك دايما هو أحد جناحي الرياضة في مصر وليس فقط كرة القدم، والمنافسة لما بيكون نادي الزمالك موجود فيها في الدوري العام مع النادي الأهلي ومع يطلع بيراميدز، يطلع المصري، يطلع سيراميكا كليوباترا، الإنبي، الاتحاد السكندري، ده كله بيعمل زخم، بيخلي فيه حالة من التوهج داخل الملعب، وبالتالي أيضا مع عودة الجماهير اللي بدأت الاستادات تمتلئ بيها، ده اللي احنا كنا بننتظره منذ أمد بعيد أو منذ وقت بعيد، عودة الروح إلى المدرجات وعودة الروح إلى الملاعب، لأن أنا دايما أشبهها وبقول إن عدم وجود الجماهير في المدرجات هي بمثابة عدم وجود الجماهير في المسرح. الممثل وهو واقف على خشبة المسرح عشان يبدع وعشان يطلع كل ما عنده لازم يكون في تفاعل ما بينه وما بين الجماهير، لكن ان انت تبقى قاعد في او بتلعب في المستطيل الاخضر وتسمع صوت الغربان، لا ده كان منظر غريب جدا. دولتنا قوية، استطعنا مرة تانية عودة الجماهير إلى المدرجات بساعة كاملة في ملاعب مختلفة، و30 ألف في بعض الاستادات اللي حددتها الدولة مع رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم. لكن أندية كتيرة جدا الموسم ده قدمت مستويات رائعة، شفنا سيراميكا كليوباترا اللي فاز بكاس الرابطة مؤخرا مع ايمن رمادي للموسم الثاني على التوالي، مستوى ثابت وعنده أفضل من كده، لأن سيراميكا كليوباترا بيمتلك سكواد على أعلى مستوى من اللاعبين، وبالتالي شفنا صديق إيجولا واحد من اللاعبين المحترفين، الأندية كلها تدور على واحد بنوعية صديق إيجولا موجود في سيراميكا كليوباترا. وبمناسبة المحترفين، بمناسبة المحترفين، وياريت تتاخد السرابة كده وركزوا معايا فيها، بأن يومين اللي داير على السوشيال ميديا ان في تفكير ان الاتحاد المصري لكرة القدم في الدوري الجديد ان يكون في 8 لاعبين محترفين بغض النظر تحت السن او فوق السن، والكلام ده عاري تماما من الصحة، بقولها لحضراتكم على مسؤوليتي، عاري تماما من الصحة. نظام الاحتراف اللي موجود في الدوري المصري للاعبين المحترفين هو اللي موجود الموسم القادم اللي كان موجود قبل كده، 3 لاعبين محترفين تحت السن وده موجود من الموسم الماضي، و5 لاعبين محترفين فوق السن. مفيش حاجة بقى اسمها الـ8 يكونوا تحت السن أو الـ8 يكونوا فوق السن بشرط أن يكونوا 5 موجودين في الملعب أو في السكور، الكلام ده مش مظبوط، 3 لاعبين تحت السن ده التزام بيهم، 5 لاعبين فوق السن، قولا واحدا. ادي الخبر الاول، يبقى قولا واحدا نظام اللاعبين المحترفين في الدوري المصري كما هو، 3 لاعبين محترفين تحت السن و5 لاعبين محترفين فوق السن، مفيش حاجه اسمها الـ8 يكونوا تحت السن ماشي، الـ8 فوق السن ماشي، لا 5 فقط فوق السن و3 تحت السن. وبمناسبه الـ3 اللي تحت السن، لما اتكلمنا فيها الموسم الماضي قلنا لسبب معين، وهو ان الانديه الصغيره اللي موجوده في الدوري الممتاز ما بتنافسش، او الموجوده في الدرجه الثانيه او في الدرجه الثالثه يقدروا يجيبوا لاعبين صغيرين، من يعني عندك القايمه 30 و35 ناشئ، حط ما بينهم 3 افارقه او 3 من اي دوري من العالم، يقدر ان انت يكون لك نوع من الاستثمار، تقدر ان انت تسوق منهم 1 تسوق 2 يبقى دخل للنادي بتاعك. لكن
نظام اللاعبين المحترفين في الدوري المصري مستمر كما هو دون أي جديد في هذا الملف. بس عشان يبقى قولا إيه واحدا وقولا فصل. فاركو مع أحمد خطاب أنا برفع له القبعة، واحد من المدربين اللي أثبتوا نفسهم واستطاع بعد رحلة مدربين في فاركو ما بين أجنبي وما بين محلي أن هو يقود نادي فاركو إلى البقاء في الدوري الممتاز. يعني الفرق ما بين فاركو 33 وبلدية المحلة 28، لكن أحمد خطاب أول سنة يكون مدير فني ويقدم هذا المستوى ويقدر أن هو يحافظ على بقاء فاركو في الدوري الممتاز، فده شكرا جزيلا لأحمد خطاب. الحاجة الثانية الإسماعيلي، إلى متى؟ سؤال بطرحه لحضراتكم، إلى متى يظل النادي الإسماعيلي في هذا الأتون؟ وإلى متى يظل النادي الإسماعيلي في هذا الصراع المتكرر سنويا؟ يا جماعة إن لم تعرفوا قدر النادي الإسماعيلي فهذه كارثة، إن لم تعرفوا قدر وقيمة النادي الإسماعيلي وتيشيرت النادي الإسماعيلي فتلك كارثة. الإسماعيلي افتح قوسين وقول فيهم اللي انت عايزه، قول المتعة، قول الإثارة، قول الجمال، قول الكرة الجميلة الحلوة على مدار سنوات عديدة هو النادي الإسماعيلي. قول إن منتخب مصر لم يكن يخلو في أي فترة من الفترات بنجوم النادي الإسماعيلي اللي ياما متعونا وياما متعوا عنينا واحنا بنشاهدهم في المستطيل الاخضر يصول ويجول، سمسميه والكره الحلوه والكره الجميله والكره اللي دايما نقول عليها الكره البرازيليه. شجع اهلي شجع زمالك، لكن تظل كره النادي الاسماعيلي هي الفاكهه اللي موجوده اللي انت تحب تستمتع، كنت تستمتع بالنادي الاسماعيلي. لكن ان يظل النادي الاسماعيلي في هذا الصراع المتكرر سنويا دون الوصول إلى حل ينتشل النادي الإسماعيلي من هذه الكبوة المتكررة، يبقى في أزمة، يبقى في أزمة. على الرغم من أن النادي الإسماعيلي إداراته إدارات محترمة جدا، لكن الصراع اللي موجود داخل الشارع الإسماعيلاوي لازم نلاقي له حل، لازم نكون كلنا إيد واحدة. إذا ما أردنا أن ننتشل الإسماعيلي من كبوته المتكررة كل موسم، يبقى إحنا لازم نحط إيدينا في إيدين بعض، لابد من البحث عن حلول جذرية لمشاكل النادي الإسماعيلي، سواء كانت أمور مالية، وأنا أعتقد أن النادي الإسماعيلي بشعبيته اللي موجودة في مدينة الإسماعيلية وخارج مدينة الإسماعيلية يستطيع التغلب على أزماته المالية. وما أكثر الأفكار اللي هي خارج الصندوق اللي يقدر النادي الإسماعيلي من خلالها وإدارات النادي الإسماعيلي أن تجد حلول لهذه الأزمات المالية. تيجي تقول لقطاعات ناشئين، يا حبيبي ده النادي الإسماعيلي طول عمره ولاد، طول عمر النادي الإسماعيلي كان الناشئ يقدم للفريق الأول وللفرق المصرية من خلال النادي الإسماعيلي. وموجود كابتن محمود جابر على رأس القيادة الفنية لقطاعات الناشئين، وموجود كابتن أشرف خضر، موجود أسماء، وكان كابتن خالد القماش، أسماء كبيرة جدا من الأسماء اللي تظل راسخة في عقول ووجدان المشجع المصري العاشق لكرة القدم على مدار التاريخ. نادي الإسماعيلي أبو جريشة، نادي الإسماعيلي حد سباق من حمادة الربو وعماد سليمان ومحمد حازم رحمة الله عليه وخالد القماش وأشرف خضر، وبتتكلم اتكلم وأبو جريشة الصغير وأبو جريشة الكبير، ومرورا بالعائلة كلها. لا ده النادي، وحسن عبد الرب وغيرهم، ده النادي الإسماعيلي يا جماعة اللي كان في حراسة المرمى سعفان الصغير وسيد السويركي وغيرهم من اللي موجودين في منتخب مصر الأول ومنتخب مصر الأولمبي كمدربين لحراس المرمى. ده النادي الإسماعيلي اللي احنا دايما بندور عنه. فأرجوكوا أرجوكوا، قيمة النادي الإسماعيلي قيمة كبيرة جدا، ما تفرطوش فيها. أرجوكم شوفوا حلول جذرية للنادي الإسماعيلي، مش كل سنة نغيب حاطين إيدينا على قلبنا. النادي الإسماعيلي أحط إيدي على قلب النادي الإسماعيلي هيستمر في الدوري ولا ممكن ينزل؟ النادي الإسماعيلي بيلعب مباراة وهو طالع في مئوية النادي الإسماعيلي، في مئوية النادي الإسماعيلي. فأرجوكم يا جماعة حافظوا على النادي الإسماعيلي. أروح لنادي فاركو مرة تانية، ومنذ قليل أشدت بأحمد خطاب المدير الفني الواعد اللي قدر
في الموسم الأول له كمدير فني أن يحافظ على بقاء نادي فاركو، وأكثر يعني المتفائلين كان يقول لك فاركو من ضمن الثلاثة اللي نازلين. لكن أنا كنت دايما براهن على أحمد خطاب، لأن أنا عارف شخصية أحمد خطاب من أيام ما كان في مالية كفر الزيات وبعد كده الأولمبي أو للاتحاد السكندري. كان لعيب كبير وكان حارس مرمى محترم. كابتن أحمد مساء الفل ومليون مبروك يا حبيبي. السلام عليكم يا كابتن إيهاب. عليكم مساء السلام الخير يا كابتن أحمد، أخبارك إيه؟ متشكر جدا والله على كلام حضرتك دوت. ده أنا قاعد أنا وكابتن خالد البهية من يومين اتنين بنقطع فيك والله. ربنا بنرجع الزمن الجميل طبعا. بتاع زمان. طبعا كابتن خالد البهية ده أخويا وعشت عمري معايا ومتربيين مع بعض. أنت أصيل. ربنا يبارك في حضرتك يا كابتن. اللي الناس ما تعرفوش إن أنت ابن الدلجمون مركز كفر الزيات محافظة الغربية. طبعا اتشرف طبعا. مظبوط مظبوط يا كابتن ايهاب، ودي بلدي واهلي اللي بتشرف فيهم. مش عايز اقول لحضرتك ان دعمهم الدايم ليا، اهل الدلجمون وكفر الزيات كلهم بيدعموني دايما، والناس واقفين جنبي كتير، وانا بشكرهم على الهوا مع حضرتك دلوقتي، لان فعلا افضل دعم يوصل لك دايما بيبقى دعم اهلك والناس حبايبك واللي حواليك. انا بشكرهم جدا وبشكر حضرتك جدا، حضرتك اخ كبير ومحترم طول عمرك ودايما بتدعم الناس اللي نفسها ان هي تحقق حاجه وتنجح، فده شكر كبير جدا لحضرتك يعني ما اقدرش اوصفه. طيب قول لي، لما عرضت عليك ان انت تكون الراجل الاول في نادي فاركو في ظل موقف صعب جدا جدا جدا، وكان النادي يعني متزايل للجدول، المسؤوليه كانت صعبه، يعني كان شعورك ايه؟ اصرارك ان انت تعمل حاجه الناديك كان عباره عن ايه؟ ويعني ازاي وصلت ان انت تبقي على نادي فاركو في الدوري الممتاز وسط هذا الصراع المحتدم ما بين انديه المؤخره في الجدول؟ والله يا كابتن ايهاب، يعني في بدايه الامر طبعا انا موجود في النادي كلاعب بقالي حوالي 7 سنين، مثلت النادي كلاعب، وبعدين اول ما بطلت وكده كان جات لي اصابه في ركبتي رباط صليبي، فالناس عرضوا عليا ان انا ابطل على طول واشتغل في الجهاز. كان طبعا تحت قياده المرحوم اللي ليه فضل عليا كتير جدا رحمة بعد الله ربنا عليه. سبحانه وتعالى، الكابتن دكتور احمد عاشور رحمه الله عليه، من المدربين اللي هم فعلا ما خدوش حقهم في الكوره، لان الراجل ده كان مدرب كبير جدا جدا جدا، انا اتعلمت منه حاجات كتير قوي على مدار سنين طويله. لعبت معاه في 4 انديه قبل كده، مالية كفر الزيات ودمنهور، ختمت معاه في فاركو، فهو كان متولي المسؤوليه وقتها. ولما الاداره عرضت عليا ان انا ابطل وهشتغل معاه مساعد، فانا بصراحه والله يا كابتن في الوقت ده ما كنتش بفكر خالص في مستقبلي ايه بعد الكوره. طبعا لما جت الاصابه خلاص بقيت قدام الامر الواقع ووافقت واشرفت ان انا مثلت النادي كمدرب، وعلى مدار الاجهزه كلها في السنين اللي فاتت اشتغلت مع مدربين كتير جدا، اتعلمت منهم، وكان حظي الحلو دايما ان النادي هنا كان بيتعاقد مع مدربين من التصنيف الاول، كلهم مدربين ليهم كل الاحترام والتقدير، بدايه من الدكتور احمد عاشور الله يرحمه، بعد كده كابتن مجدي عبد العاطي، بعد كده مستر لونو البيدا اللي فرق معايا كتير جدا، بعد كده كابتن ايهاب جلال، كابتن طارق العشري، كابتن خالد جلال، فكلهم كلهم بصراحه ليهم فضل كبير عليا جدا، اتعلمت منهم كتير. اما جه وقت النادي ان هو ياخد قرار ان انا اتولى المسؤوليه كرجل اول، بص يا كابتن والله بجد انا استمديت قوتي كلها واصراري وعزيمتي من الناس اللي حواليا في المنظومه كلهم، من اول عمال اوضه اللبس، الجهاز الطبي، الجهاز الاداري، الجهاز الفني، وطبعا كله تحت دعم رئيس النادي طبعا اللي هو راجل محترم جدا جدا، بيحب وبيقدر كل انسان مخلص للمكان ودايما في ظهره وبيدعمه، وعنده من الشجاعه ان هو ياخد قرارات الناس كلها ممكن تستغرب لها، ولكن هو بيبقى عارف هو والاداره هم بيعملوا ايه كويس. من ضمن القرارات دي، لما خدوا قرار ان انا امسك واتولى الفريق، كانت مفاجاه للناس كلها في مصر وليا انا كمان، ولكن زي ما بقول لحضرتك انا اللي اداني الدعم كله واداني القوه ان انا اقدر اشتغل. الناس والمنظومه كلها كانوا واقفين في ظهري واستمروا على الدعم دوت والثقه اللي حطوها فيا، وده اللي ساعدني كتير جدا. وفي الاخر طبعا اللعيبه يا كابتن ايهاب اللي هم مهما اشكرهم ومهما اتكلم عنهم مش هوفيهم حقهم، كلعيبه رجاله، كلعيبه محترمين، شخصيات نظيفه، وكانت بتربطني بيهم علاقه اخويه كويسه جدا، واستمرت الحمد لله حتى بعد ما بقيت مدير فني. دايما حضرتك عارف ان ممكن المدير الفني في بعض الاوقات بيبقى فيه حتى لو قله بسيطه في الفريق بيبقوا زعلانين من عدم مشاركه، متضايقين، بيحصل
فجوه شويه ما بين المدير الفني وما بينهم. الحمد لله ده ما حصلش بيني وبين كل اللعيبه، حتى اللعيبه اللي كانت مشاركاتها قليله كان دايما في تواصل ما بيننا وفي صراحه وفي كلام وعندهم ثقه فيا وفي زمايلهم. فالحمد لله الاجواء دي كلها تساعد اي حد على النجاح، والحمد لله ان احنا نجحنا ان احنا نعدي المرحله الصعبه دي، وكان عندنا امل في ان احنا نحقق افضل من كده كمان. ولكن الحمد لله بنشكر ربنا وبنحمد فضله على ختام الدوري. سنه صعبه جدا وموسم صعب ونفسه شرسه جدا. هي سنه صعبه لكن كنت على قدر المسؤوليه زي ما انا قلت لك بالظبط. عاوز برضو اتكلم في حاجه مهمه جدا، بدا معاك حد كلمك على الاستمرار الموسم القادم بعد ما حققت النجاح ده، وانا متاكد ان اداره فاركو من الادارات المحترفه الواعيه اللي بتتمسك بمن يحقق نجاح. لو ده حصل انت مستمر ان شاء الله. هل هيتم التدعيمات في مراكز معينه للموسم القادم، وهتبدا استعدادك للموسم اللي جاي هيكون ازاي يا كابتن؟ والله يا كابتن ايهاب، يعني بالنسبه للنقطه الاولى اللي هي استمراري مع الفريق، فدي حاجه متروكه لاداره النادي، هم بيديروا كل مرحله على قد الاهداف اللي هم عايزينها والمطالب اللي هم محتاجين يحققوها. ولكن انا زي ما قلت لحضرتك، انا يعني اتشرف وفعلا عندي استعداد ان انا اخدم المكان في اي وضع وفي اي منصب. ده مش كلام والله بقوله ولا شعارات، لان انا ما شفتش من المكان ده غير كل خير وكل دعم على مدار ال6 7 سنين اللي انا موجود فيهم في المكان. فاحنا كنا لسه فعلا مشغولين جدا بالوضعيه اللي كنا فيها، الضغط اللي كنا فيه، وحضرتك عارف ان في الفتره الاخيره كمان كانت المباريات متلاحمه كل 4 ايام و3 ايام، فما كانش في اي حاجه قدامنا كلنا غير ان احنا نعدي المرحله دي وبعدين نبدا نعيد ترتيب اوراقنا تاني والنادي يبدا ياخد قراره والاداره تاخد قرارها. ولكن احنا الحمد لله النهارده ختمنا الدوري وعندنا هدف تاني هو كاس مصر، لسه مستمرين فيه ان شاء الله. بس هي بس المشكله ان احنا مش عارفين احنا هنلاعب النادي الاهلي ولا هنلاعب النادي المصري على طول دور الثمانيه، لان النادي الاهلي كان اعلن ان هو مش هيستكمل البطوله. فبناء عليه احنا منتظرين الموقف النهائي من اتحاد الكوره ان هو يبعت لنا في خلال بكره او بعده، لان المفروض ان ميعاد المباراه يوم 20 كمان يومين مع النادي الاهلي. فلو في حاله ان النادي الاهلي مش هيستمر يبقى هنلاعب نادي المصري على طول في دور الثمانيه، متحدد للمباراه دي يوم 22. فاحنا للاسف لحد دلوقتي مش عارفين بالظبط ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم بأوراق رسمية وبخطابات رسمية. ولكن احنا منتظرين، واكيد الادارة بعد ما نعدي المرحلة دي ان شاء الله هيقعدوا هيدرسوا الموضوع كويس. وانا متقبل اي قرار هم هياخدوه، لان انا زي ما قلت لحضرتك انا اتشرف ان انا امثل النادي في اي وضعية وفي اي مكان. بالنسبة لموضوع تدعيم اللعيبة، اكيد كل نادي بيبقى ليه اهداف، واحنا الحمد لله عندنا سكواد كويس جدا وعندنا لعيبه كويسه جدا في مختلف الاعمار. متوسط الاعمار عندنا في الفريق كويس، من الاعمار الصغيره جدا ممكن اصغر متوسط اعمار فريق في الدوري. الحمد لله حضرتك النهارده لو كنت تابعت مباراه انبي، احنا قدرنا نشارك النهارده عدد كبير جدا من اللعيبه ما كانتش بتشارك بصفه دايما الفتره اللي فاتت، ومن ضمنهم ناشئين كتير من مواليد 2007 و2005 و2003. فاحنا الحمد لله مستقرين بالنسبه للخيارات قدامنا في اللاعبين، وما عندناش اي نواقص الحمد لله. اكيد هندعم، اكيد اكيد في لعيبه هيبقى جاي لها عروض مش هنقف قدامها، ودي سياسه النادي، فان شاء الله يكون اللي جاي خير. طيب يعني في المنطقه العربيه دايما بنلاقي ان حارس المرمى هو دايما مدرب حراس المرمى. شفنا في المغرب نجمنا الكبير وحارس المرمى بدو الزاكي اصبح مديرا فنيا للمنتخب المغربي في فتره من الفترات. هل انت كحارس مرمى لما بتبقى مدير فني بتواجه صعوبه في اعطاء تعليماتك في الشق الهجومي في الشق الدفاعي بما انك كنت متخصص في حراس المرمى، ولا لا حراس المرمى بما انه هو بيبقى قاعد مركز بيبقى يعني على درايه كامله بكل اجزاء الملعب، ايهم اسهل ان اللاعب يكون مدير فني ولا حارس المرمى يكون مدير فني؟ بص يا كابتن ايهاب، هقول لحضرتك على حاجه، لان ده سؤال حلو جدا وانا ببقى متشوق دايما ان انا احاول اجاوب عليه من وجهه نظري. انا من وجهه نظري ان العكس هو اللي صعب. يعني ايه العكس هو اللي صعب؟ يعني زي ما حضرتك قلت ان حارس المرمى في الملعب دايما بيبقى قائد، في الملعب دايما بيحاول ان هو يبقى قائد الدنيا كلها عشان يحاول يوجه اللعيبه اللي قدامه حسب المعطيات والمتطلبات اللي المدير الفني طالبها لتنفيذ شغله. فدايما كنت بقعد وانا لعيب اركز مع المدربين بحيث ان انا لما اجي اوجه في الملعب ما اوجهش في اتجاه يكون عكس اللي المدير الفني طالبه. دايما كنت بحاول اتعلم
افكار المدربين واركز فيها جدا، بحيث ان انا في الملعب وانا بوجه اوجه بنفس طريقه اللي المدرب محتاجها. تمام. ولكن العكس بقى اللي انا اقصده هو اللي صعب، ان لو حضرتك طلبت من مدرب او لعيب كان بيلعب في اي يبقى بوزيشن مدرب حراس ان هو مرمى ده يشتغل صعب. هتبقى صعبه عليه، لان صعب. ملكه حراسه المرمى ليها خصائص معينه وليها حاجات معينه لازم تكون مارستها عشان خاطر تقدر تعلمها وتديها. في الاول وفي الاخر يا كابتن ايهاب، هي موضوع التدريب او مهاره التدريب هي منفصله تماما عن مهاراتك كانت درجتها ايه وانت لعيب. يعني مش كل لعيب كان جامد جدا وهو بيلعب ممكن يبقى مدرب كويس، طبعا مع احترامنا للكل يعني. وفي نفس الوقت في مدربين كتير وصلت لمراحل كبيره جدا ما كانتش لعيبه جامده وهي بتلعب او ما عملتش طفرات كبيره. فهو التدريب علم وبحث وموهبة وتعلم وموهبة. طب بمناسبة وموهبه. العلم والبحث يا كابتن أحمد وسامحني، يعني هتبدأ بقى في الدورات يعني آخر. أنت واخد الدورة إيه؟ بص يا كابتن، أنا بطلت سنة 2019. سنة 2019 حضرتك عارف كانت سنة الكورونا وكان العالم كله واقف ومفيش أي حاجة بتحصل، والدورات اتوقفت كتير جدا. أنا عارف بالظبط. بعد 2019 الدورات اتوقفت كتير، وبالاخص في مصر حضرتك ملم بالموضوع طبعا مع الدكتور جمال محمد علي كان بيعيد صياغه الدورات من جديد حصل. وبيعيد المنهجيه بتاعتها عشان خاطر تبقى مضاهيه لدورات القارات العالميه مزبوط. الثانيه في الاتحاد الاسيوي والاتحاد الاوروبي وكده. فتعطل الموضوع ده لحد بالظبط من سنتين او سنه ونص بداوا في الدورات دي. وانا الحمد لله ما اتاخرتش، انا اول ما الباب اتفتح على طول دخلت اخذت الدوره الاساسيه اللي هي الاساس الابتدائي اللي هو تابع لنقابه المهن الرياضيه. وبعد كده تدرجت بقى في اول درجه اللي هي عملوها جديده اللي هي الدي، ما كانتش موجوده قبل كده، اللي هي المفروض انت كنت بتبدا بالسي على طول. تمام على طول. اه مظبوط. فبدات انا بالدي، فاخدت الدي، وبعدين مرت المرحله اللي هي بقى المفروض اخد فيها السي، بدات فيها ان شاء الله في خلال الشهر ده. يلا وان شاء الله تاخد الاي والبرو، استمر برضه تكتسح نفسك. الله. انا معاك ان شاء الله ان شاء الله. بتمنى لك التوفيق كابتن احمد خطاب. كابتن احمد قصاص بيمسي عليك بيقول انا سعيد بمداخله كابتن احمد خطاب معاك على الهوا، فانا بنقل لك تحياته وبالتوفيق يا كابتن احمد ان شاء الله ليك والنادي فاركو فيما هو قادم. يعني بس قراءه جدا. طيب قبل ما اروح للقراءه، ايضا في مدربين بيبقوا متخصصين في الصعود من دوري المحترفين الى الدوري العام، لكن انا ببقى زعلان جدا جدا، لان الناس دي لو انت حضرتك اديتها فرصتها في الدوري الممتاز هتثبت نفسها بكفاءة كبيرة جدا جدا جدا. التليفون اللي جاي مع الشخصية دي، مع المدرب ده اللي قدر سواء كان موجود في الدوري الممتاز يبقى له بصمة، قدر يكون موجود في دوري المحترفين عشان يصعد بنادي للدوري العام له بصمة. كابتن محمد مكي. مكي حرس الحدود الموسم اللي هبط فيه، جه في آخر أسابيع في الدوري الممتاز وادى المكي الصلاحية كمدير فني. شفنا مستوى رائع، شفنا مستوى رائع ونتائج اكثر من رائعه. لو ميكي موجود من فتره كان قدر زي ما خطاب كده يقعد بفاركو، كان ميكي قاعد بحرس الحدود. لكن هبط حرس الحدود ومعاه ميكي، هو جاي وخلاص النادي هابط، استطاع في موسم واحد اللي هو يصعد بيه الى الدوري الممتاز السنه الحاليه، صعد بيهم للدوري الممتاز. بلديه المحله في اخر اسابيعها وهي بتهبط وخلاص للدوري المحترفين استعانت بمكي، ما استعانتش بمكي عشان الدوري الممتاز، ده استعانت بمكي عشان يشوف السكواد اللي موجود معاه هيحتاج ايه الموسم اللي جاي عشان يصعد بيهم مره ثانيه، وبالتالي هم جايبينه للدوري المحترفين عشان يصعد بيهم للدوري الممتاز. لكن النهارده مكي بينهي الدوري بتعادل مع نادي الزمالك بهدفين مقابل هدفين، وعمل مباريات رائعه المباريات الماضيه، لكن هو واحد من المدربين اللي انا دايما براهن عليه انه له مستقبل كبير جدا جدا جدا. يا كابتن مكي مساء الفل، منورني، وهارد لك اولا الهبوط، وانا اتمنى لك التوفيق ان شاء الله في تحقيق حلم جديد من احلامك بصعود بنادي بلديه المحله الحصان الاسود للدوري الممتاز في سنوات عديده وعودته مره اخرى ان شاء الله. اهلا بحضرتك طبعا يا دكتور، وبشكر حضرتك طبعا على الكلام الكبير اللي حضرتك بتقوله في حق دوت، بشكرك فعلا من كل قلبي يعني. وانا مش عارف مين بقى حضرتك. طيب انا لسه ده، انا لسه في الانترو، لسه بعد شويه كابتن صلاح سليمان هيكون موجود معايا. انا بشكر حضرتك طبعا يا دكتور جدا، وحضرتك دعم ليا دايما على طول يعني، كل سنه بتبقى دعم ليا بشكل كبير جدا، فانا بشكرك.
لكن هو مكتوب عليا السيناريو اللي حضرتك بتقوله ده. والله والله سيناريو غريب يا جماعه. مكتوب على يعني لغايه امتى يقول لك ايه المدرب الشاب يبقى عنده 55 سنه زينا كده ولا اقل مننا ولا احنا اقل منه بسنتين ثلاثه، يقول لك المدرب الشاب شاب مين يا جماعه؟ ده كلوب 57 سنه يقول لك شكرا اريح بقى بيتي ولاسرتي واستمتع بحياتي. نوصل 60 ويقول لك المدرب يعني بدا ياخد خطوات. مش عارف يا دكتور والله، يعني في الاخر هي بتبقى وجهات نظر يعني مجالس الادارات ووجهات نظر الانديه. بتزعلك دي يا مكي؟ والله يعني بتزعلك لما بتبقى من اللي منك. يعني لما انت حضرتك انت قلت النهارده انت حضرتك بتخوض تجربه 8 ماتشات الموسم اللي فات وماتش في كاس الرابطه، بتتعادل مع النادي الاهلي وبتكسب الداخليه وبتكسب غزل المحله وبتكسب اسوان وبتتعادل مع الاتحاد، فبتقدر تعمل ماتشات كويسه وفي الاخر بتشتغل موسم كامل بدون اي تدعيمات وبدون قيد وبدون وبدون وبدون، وربنا بيوفقك وبتقدر ترجع تاني في دور المحترفين اللي حضرتك عارف هو قوي قد ايه جدا جدا وفي صرف كبير قد ايه. طب بمناسبه دوري المحترفين يعني سريعا كده، انت مع ان دوري المحترفين يقام بنظام الدورين ولا دور واحد؟ لا الدورين طبعا بنسبه 100%. الدورين طبعا بنسبه 100%. طبعا تمام. بنسبه 100% بيبقى في فرصه اكتر للانديه، فرصه وده اللي هيتم الموسم القادم الاتفاق على كده. بيبقى فرصه احسن لينا كمدربين والانديه، النفس الطويل وبتقدر يبقى عندك ممكن في عندك اوبشن للتعويض زي ما بيقولوا، عكس الموسم اللي فات اللي كان صعب جدا في 7 أو 8 فرق كانوا بينافسوا على مقاعدين بس كمان، وبعد كده كنا بنلعب لا السنه دي الثلاثه على طول صعود وثلاثه هيهبطوا مش سته السنه. فلا انا شايف ان هو يبقى دورين يبقى افضل، لكن زي ما حضرتك قلت انا راضي جدا الحمد لله ومش مستعجل ومتاكد ان ربنا سبحانه وتعالى اكيد هيكتبها لي في التوقيت المناسب بالنسبه لي إن اللي شاء اقدر الله. اتحملها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله وان شاء الله لما تيجي ان شاء الله اقدر احقق ان شاء الله باذن الله حاجه كويسه ان شاء الله. طيب قول لي فريق بلديه المحله بعد الهبوط رسميا لدوري المحترفين، هتبقي على عدد من اللاعبين؟ هتدعم في مراكز معينه ولا تقييمك للمرحله الماضيه ايه واستعدادك للمرحله اللي جايه ايه؟ انا يا دكتور هكلمك كوره، حضرتك في المطبخ وعارف نادي بلديه المحله. اولا الباشمهندس مصطفى راجل محترم جدا جدا جدا، مصطفى من الناس المحترمه لاقصى درجه، قوي فوق الذوق يعني. والحاج محمود كمان كان برضه كان داعم لينا وكان معانا الفتره اللي فاتت مع الكابتن حماد علوي، الناس كويسين جدا. لكن الفرقه فيها اكتر من 17 اعاره 16 17 اعاره، وده رقم كبير جدا. انت بتتكلم في اكتر من نص الفرقه تقريبا، بتتكلم برضه اللعيبه اللي موجوده، اظن ان في لعيبه ممكن يجي لها عروض من انديه، لان في لعيبه كويسه ممكن يجي لها عروض. فانا يعني انا مستني المفروض الثلاث اربع ايام اللي جايين دول هنقعد وهنحط كل الورق على الترابيزه ونشوف النادي بيطمح لايه. اكيد النادي الناس بتفكر انها ترجع تاني للدوري الممتاز، لكن هنبدا نشوف الاليه اللي هنقدر نشتغل بيها. انت عندك في حدود شهر و10 ايام ويبدا الدوري الجديد بتاعك. يعني يا دوب ناخد نفسنا ال 10 ايام دول، اللعيبه ديت اللي هتستنى ما تاخد ال 10 ايام دول ونبدا نتعاقد، لان انت عارف الانديه اللي نازله هتقابل مشكله كبيره جدا زي ما حصل مع اللي فات، انك انت لسه ما تعاقدتش مع ولا لعيب، لسه هتبدا تتعاقد مع 10 12 لعيب. فطبعا انت عارف كمان الفرق دلوقتي الانديه دلوقتي بتدفع ارقام كبيره وبدات تخطف اللعيبه اللي هي مميزه، فاحنا نبدا حضرنا بعض الاسماء وبعض الترشيحات، هنبدا نقعد مع الباشمهندس ان شاء الله بكره باذن الله ونقدر نحط نقط على حروف ونشوف النادي هيقدر يعني يحاول يساعدنا ان احنا نجيب الادوات اللي احنا نقدر ننافس بيها ولا الوضع هيبقى ايه. فخلال اليومين ثلاثة اللي جايين ان شاء الله هنبدا ناكد كل التفاصيل اذا كنا مكملين عشان صعود ولا الامور هتبقى صعبه ولا الدنيا هتبقى ان شاء الله باذن الله. اشكرك كابتن مكي، شكرا جزيلا وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله. كابتن محمد مكي المدير الفني لنادي بلديه المحل. طيب يبقى احنا خلاص خلصنا الامور دي كلها. الدوري بكره ان شاء الله، شكرا جزيلا. دوري الموسم الجديد مختلف، ما عاد تبدا فيه تختم فيه زيك زي الدوريات العالم كلها اللي بتراعي انسانيه اللاعب، واللي موجودين فيه حاليا مش نتاج المرحله الحاليه، ده نتاج كورونا من 2019 عشان بس يبقى كله عارف. ده نتاج تلاحم مواسم بسبب عدم الغاء الدوري في السنه بتاعت كورونا، فاللي احنا فيه ده سبب. وان شاء الله نبدا بشكل جديد سواء دوري او كاس. ما انت لما تنهي كاسه كمان الشهر ده كان ايه الناس تقعد تتريق عليك تقول لك ايه احنا بنلعب في الكاس بتاع السنه دي ولا بتاع السنه اللي فاتت ولا طب احنا انهي موسم بقى، انهي اقفل
غسيلك كله اعمل عليه كده خلاص وابدا من جديد، ابدا من جديد، انهي دوري بتاعك انتهى، الكاس بتاعك بينتهي، بتبدا سنه جديده بدوري وكاس جديد خلاص زيك زي الدنيا كلها. لكن لا كده بيعجب ولا كده بيعجب، وهي السوشيال ميديا هم اللي عاملين او اللي عامله الامور اللي احنا فيها ده كله. ده الواحد بيشوف حاجات يعني زي ما قلت لكم موضوع المحترفين وثمانيه فوق السن يعني حاجه مش معقوله خالص، وزي برضو موضوع مستر ميكالي مكمل مش مكمل، الدنيا فيها ايه الدنيا ما فيهاش ايه، والكلام اللي بيتقال ده كله غلط، وحطوا راتب للراجل قد كده ملوش اساس من الصحه خالص، ومن شويه احنا عاوزين ميكالي يكمل ويعمل، ودلوقتي ما ترسونا على بر يعني احنا مين فيهم؟ احنا مين بالظبط يا جماعه؟ لو انت عايز تطور الكره في مصر حط بلان 3 4 سنين امشي عليه، ابدا من تحت من قطاعات الناشئين، سهل عمليه الاحتراف، ابدا بدايه صح عشان العالم كله يحترمك وتقدر ان انت تواكب الكره العالميه، ما امشيش على سطر واسيب سطر، ما افرحش بفوز واحزن لهزيمه، اتهزم بس الهزيمه تكون في ظل ان انت بتعد اعداد جيد بعد كده هتغنم ويبقى عندك مكاسب. اتهزم النهارده ماشي، لكن انا عارف ان انا بكره هعمل ايه وبعده هعمل ايه وهوصل لمرحله ايه. فالكره في مصر محتاجه تخطيط من تحت، واعتقد النهارده شفنا مباراه منتخب مصر 2008 مع كابتن كاس والاردن عندنا نماذج مبشره، تحركات في الملعب واعيه، اللي اتفرج على المباراه النهارده ولادنا 2008 ايه الفكر ده؟ وبيتحركوا في الملعب ازاي؟ وبيضغطوا ازاي؟ وبيفضوا مساحات لبعضهم ازاي؟ لا ده اللي احنا عايزينه، ابني من تحت. كنت سعيد النهارده في المباراه بوجود كابتن علاء نبيل المدير الفني بجانب الحاج عامر حسين بجانب كابتن محمد بركات، اشتغل على ده لان المنتخب الاولمبي برضو اللي جاي هياخد من 5 ومن 7 ومن 8، فلازم تشوف عينك رايحه على فين. طيب الزمالك اتعادل النهارده، جوميز مسافر خلاص في اجازه، وانا قلت لكم قبل كده ان كانت في ازمه، جوميز مش عاوز يلعب الكاس بالدوليين، الزمالك ممكن بيفكر يلعب الكاس بالدوليين عشان بطوله ياخدها بجانب الكونفدراليه، هل هناك ازمه ما بين جوميز وما بين اداره نادي الزمالك؟ وتعادل النهارده 2-2 امام بلديه المحله، زميلنا في الاعداد وطبعا المهتم جدا باخبار نادي الزمالك الزميل والناقد الرياضي استاذ محمود فؤاد، منورني واهلا بيك يا استاذ محمود. يا حوده يا دكتور مساء الفل والجمال، اخبارك ايه يا دكتور؟ متالق يا دكتور، ربنا يوفقك يا رب. انا عارف الحصريات داخل نادي الزمالك بلاقيها معاك، ما بلاش في حته ثانيه يا دكتور، على راسي والله، ربنا يعزك. في ازمه ما بين جوميز واداره الزمالك ولا مفيش؟ هو ممكن تقدر تقول ازمه ومش ازمه، حلها لي عشان برضه عشان برضه ما نقولش ازمه يقول كذا، لا ان فعلا بالنسبه للازمه ان في الخاصه ببطوله كاس مصر. تمام، من اللحظة الأولى بمجرد تم الإعلان عن مواعيد مباريات كأس مصر جوميز أعلم من اللحظة الأولى وقال لي، كان رد واضح وقاطع لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب إن جوميز كان رافض من البداية المواعيد بتاعة كأس مصر. تمام، الإدارة تمسكت بموقف جوميز والإدارة كانت في صف جوميز لما راح الكابتن حسين السيد وأكيد حضرتك عارف، وراح الكابتن عبد الواحد السيد لما قعدوا في اتحاد الكورة والكلام راح والكلام جه، وتم الاستقرار في النهاية ان الزمالك هيشارك في بطولة كأس مصر زي ما انت عارف، عنده مباراة طلائع الجيش في دور ال 16 يوم 21 من الشهر، الزمالك هيشارك بمجموعة من الناشئين مع تدعيم الفريق بمجموعة من اللعيبة الاساسيين اللي هي ما خدتش فرصة المشاركة بشكل اساسي مع جوميز في الفترة الاخيرة، واللي هيقود الزمالك مساعد في كأس مصر الكابتن احمد مجدي وبيكيه مساعد جوميز. جوميز زي ما انت عارف خلال ساعات قليله هيغير مطار القاهره متجها الى بلاده لقضاء اجازه وهيرجع يوم 27. المجلس الازمه الحقيقيه اللي كانت موجوده بقى بعيد عن كاس مصر مستحقات جوميز. جوميز كان له مستحقات متاخره طلبها اكثر من مره في ظل الازمه الماليه الطاحنه اللي بيمر بيها وما زال بيمر بيها نادي الزمالك، تم وعده اكتر من مره انه ياخد فلوسه، الاداره يعني مش يعني ايه ما خدش فلوسه الفتره الاخيره، ولكن خلال الساعات الاخيره تم تحويل له مستحقاته او جزء من مستحقاته مع مكافاه الكونفدراليه وتم ايداعها في حسابه البنكي لتنتهي ازمه مستحقات جوميز. المجلس كان خايف او المقربين من المجلس او مقربين يعني داخل مجلس الاداره، انا اتكلمت مع اكتر من عضو مجلس اداره، هم طب انتوا المستحقات الراجل لازم ياخدها، قال لي من الاخر ده راجل اجنبي، ده راجل مدير فني محترف،
مهما كان بيحب الزمالك ومهما كان ولاؤه للزمالك ده شغل ده شغله ممكن يمشي يشتكي الزمالك فما احنا مش عارفين فعشان كده احنا قعدنا معاه وخلصنا الازمه وتم انهاء ازمه المستحقات وازمه مكافاه القطاعيه عشان بس الناس بتقول لا ما خدش الراجل الازمه انتهت والراجل خد مستحقاته وتجات له رساله كده في ايداعه البنك بالمستحقات. طيب زيزو قنبله موقوته داخل نادي الزمالك. اجابتك سريعه وعجباني يا حدى والله على طول. قنبله موقوته. طيب يلا نفجرها مع بعض. مجلس كابتن حسين لبيب بين نارين. وفي انقسام وفي خلاف قوي وحاد داخل مجلس اداره نادي الزمالك. البعض يؤيد رحيل احمد سيد زيزو وبرروا مبرراتهم ايه لقرارهم ده او لرغبتهم دي. قال لك من الاخر زيزو هو حته الالماظه اللي موجوده في هيحل الازمه الزمالك. الماليه اللي موجوده مظبوط. انا بقول لك هم كلامهم معايا قال لك ده حته الالماظه اللي موجوده في فريق نادي الزمالك. رحيل زيزو يعني هيحل ازمات ماليه كتيره داخل نادي الزمالك. نادي الزمالك حتى هذه اللحظه مشترط انهم ياخدوا لا يقل عن 7 أو 8 مليون دولار لرحيل زيزو. تضرب ده في سعر الدولار ممكن يخش خزينه الزمالك لو راح زيزو بشكل رسمي 400 مليون جنيه او 300 مليون جنيه، مبلغ كبير جدا هيقضي على الازمات الماليه الطاحنه، انا باكد على الطاحنه لان المجلس ده ربنا يكون في عونه ازمه ماليه طاحنه كل ما يخلصوا حاجه يا دكتور تطلع حاجه تاني. فده البعض بيؤيد زي ما بقول لك رحيل زيزو والاستفاده منه بشكل مادي كبير و تعويضه بلاعب مميز في مركزه، والبعض الاخر وبالاخص اثنين عضوين تحت السن رافضين رحيل زيزو بشكل نهائي، قال لك لا احنا عايزين نقعد معاه نجدد له عقده، عقد زيزو زي ما حضرتك عارف هينتهي بنهايه الموسم المقبل، يعني زيزو من حقه يوقع لاي نادي في يناير اللي جاي. مين العروض اللي جايه لزيزو دلوقتي؟ العرض القوي اللي ممكن يخلص كان في يوم نيوم السعودي ونيوم قال لك انسحب خلاص توقف وكان في العربي القطري توقف يقال ان في عرض سعودي لسه لم يتم الاعلان عنه ولكن برضه يا دكتور عشان تبقى عارف زيزو ووالده يضغطان للرحيل عن نادي الزمالك. زيزو عايز يمشي عايز يحترف في نفس الوقت زيزو زملكاوي متمسك بنادي الزمالك قال لك لو انا همشي نادي الزمالك يستفيد مني بشكل كبير بشكل مادي كبير الفتره دي يعني لو جه وقع في يناير حتى لو هيمشي في يناير هيبقى المقابل المادي اقل من دلوقتي. فالمجلس دلوقتي بين نارين، المجلس خايف بالتاكيد من الجماهير والحمله الموجوده، انتوا هتبيعوا اللعيب المفيد برضه عشان نبقى صراحه من افضل واهم لاعبي الزمالك وافضل لاعب في الزمالك احمد سيد زيزو. خلال ساعات وبعد انتهاء الاجازه دي جلسه الحسم اللي هتجمع كابتن حسين لبيب مع زيزو ووالده في حضور لجنه الكره واداره الكره بنادي الزمالك. ان الاتجاه ان ايه ممكن 50-50 دلوقتي يا دكتور ان المجلس يحاولوا يقنعوا زيزو وزيزو يجدد عقده مع نادي الزمالك. وبرضه عشان تبقى عارف الاستاذ ممدوح عباس رئيس مجلس اداره نادي الزمالك الاسبق تدخل في الموضوع وعرض انه يعني هيدفع جزء في تجديد زيزو ولكن حتى هذه اللحظه تمام. المجلس ما زال حائر في مصير زيزو سواء بالموافقه على رحيله او كان الله في عونهم بصراحه كان الله جلسه ازمه ماليه تفكها بيع زيزو الجماهير تغضب لما زيزو ما هو برضه يا دكتور انت هتمشي زيزو هل انت البديل. هتمشي زيزو البديل هتمشي زيزو ماذا بعد ما تمشي زيزو وانت عندك دوري وعندك كونفدراليه هل هتقدر تجيب مصطفى فتحي من بيراميدز؟ صح صعب انا معاك صعب صعب جدا جدا. طيب اخيرا بس طمنا على اصابه حازم اسامه النهارده جرح قطعي في الوجه في المباراه النهارده طمنا وحازم اسامه الاصابه اللي لحقت بيه النهارده حازم اسامه كان تعرض لاصابه النهارده في ماتش بلديه المحله الاصابه عن عباره عن جرح انا بقول لك الاصابه بالظبط جرح قطعي في الوجه تم عمل له الاسعافات الاوليه وتوجه الى اقرب مستشفى اصطحبه الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك الرئيس زي ما بقول لك تعرض لجرح قطعي في الوجه وتم نقله لاحد المستشفيات وعمل اشاعه وخلال ساعات سيتم تحديد حجمه ومدى غيابه عن فريق الزمالك. اشكرك شكرا جزيلا صديقنا وزميلنا في الاعداد والنقد الرياضي الاستاذ محمود فؤاد واخبار نادي الزمالك. قبل ما اطلع للفاصل بتقدم طبعا بخالص العزاء للمهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي السابق وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري الاسبق، هذه الشخصيه المحترمه التي تحظى بمحبه الجميع في الوسط الرياضي في وفاه نجله يعني الشاب الذي انتقل الى جوار ربه تغمده الله سبحانه وتعالى بواسع الرحمات واسكنه فسيح الجنات. النهارده المباريات بدات سواء كان في الاهلي او في الزمالك بدقيقه حداد على رحيل نجل المهندس محمود
طاهر رئيس النادي الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، تغمد الله الفقيد بواسع الرحمات وأسكنه فسيح الجنات وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. فاصل ونتواصل. أنا مبسوطة جدا جدا جدا، فرحة وما تتوصفش بصراحة. أنا دي تالت دورة أولمبية ليا وأول مرة يعني بصراحة أمسك العلم، فمسؤولية كبيرة وفخر طبعا لمصر وفخر لكل الأبطال البارالمبيين إن أنا أعمل كده. بصراحة مبسوطة جدا وكانت مفاجأة جميلة جدا بالنسبة لي، وإن شاء الله نبقى زي كابتن سارة سمير وأحمد الجندي رفعوا العلم وكانوا قد المسؤولية، إن شاء الله إحنا كمان نبقى قد المسؤولية. البعثة ديت برضه فيها حاجات إن فيها لعيب أكبر عدد من الناس بيشاركوا في دورة بارالمبية في خلال الخمسين سنة اللي فاتت دول، لأول مرة في تاريخ مشاركتنا إن مدير البعثة ونائب رئيس البعثة والمساعد رئيس البعثة من ذوي الإعاقة اللي هم الأبطال البارالمبيين. دي حدث جديد إن شاء الله نعيدكم الفترة اللي جاية إن شاء الله نحقق أكبر عدد من الميداليات زي ما تعودنا نحقق حاجة كويسة لبلدنا. إحنا النهاردة بنعلن عن تشكيل البعثة، الاشتراك في دورة باريس البارالمبية 2024 ببعثة قوامها 54 لاعب ولاعبة في 10 رياضات مختلفة. هيبتدوا يسافروا من بكرة، في فوج الأولاني هيسافروا من بكرة والفوج الثاني في خلال يوم 21، فوق الثالث يوم 26، والامور الحمد لله ماشيه بشكل ممتاز يعني. الحمد لله رب العالمين، فرقتنا المتاهله خلاص ده موضوع انتهينا منه، احنا تاهلنا وخلاص، لكن الاهم ان شاء الله ان احنا رايحين نعمل حاجه كويسه لنفسنا ولمصر باذن الله رب العالمين. نرجع مش عايز اقول نتائج كويسه، نرجع بميدالية إن شاء الله. إحنا دي رحلة مدتها 3 سنوات، بدأت من 2021، والحمد لله كان ربنا يعني كلل جهود الجميع بإن إحنا الحلم بتاعنا تحقق ونكون موجودين في باريس 2024 بعد 32 سنة من آخر مشاركة لمصر كانت في برشلونة 92. صعدنا بعد 32 سنة وده بالنسبة لنا حاجة كبيرة، وكان الحلم اللي إحنا بالنسبة لنا حققه الحمد لله حققناه. نفسنا نحقق حاجه كبيره في الاولمبيات ونفرح الشعب المصري كله ان شاء الله. مجهود كبير طبعا بذلناه عشان نوصل الاولمبيات، يعني مش حاجه سهله بقى، عملنا رحله طويله جدا ان احنا نسافر الاولمبيات، وطبعا ده مش الحلم الكبير، الحلم الاكبر ان احنا نعمل حاجه في الاولمبيات باذن الله. الحمد لله يعني لما حصلت على بطوله افريقيا العام الماضي تم تاهيلي لاولمبياد باريس انا وزميلتي هناء الفار في لعبه كره البوتشا منتخب مصر بالنسبه للزوجي والفردي ان شاء الله لكره البوتشا. كره البوتشا دخلت مصر 2018 وهي لعبه لسه جديده في مصر، واول مره تتأهل لأولمبياد في التاريخ، فاحنا يعني انكتب اسمنا ان شاء الله يعني بماء الذهب ان احنا اول جيل للعبة واول جيل يصعد أولمبياد ان شاء الله. عزيزي يا ولدي، أهلا بحضراتكم مرة تانية. النادي الأهلي وما يحدث في النادي الأهلي، الحمد لله ما يحدث في النادي الأهلي حاليا سواء من استقالات في بعض اللجان زي التخطيط كابتن محسن صالح أو لجنة التعاقدات وما يحدث كابتن بيبو وخالد بيبو وخلافه، 11 يوليو في البرنامج هنا 11 يوليو قلت هذا الكلام واتكلمت فيه، وكان معايا مداخلة مع صديقي الناقد الرياضي اسلام محمد. طب يا ريت تبقوا تجهزوها بس يا جماعة، المكالمة دي اتكلمنا فيها عما يحدث في النادي الأهلي خلال اليومين الماضيين وحتى الآن، وقلنا ساعتها ان لجنة التخطيط حاسة ان دورها مهمش وبالتالي هيحدث فيه استقالات، وان لجنة التعاقدات ان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي ناوي ان رئيس لجنة التعاقدات في النادي الاهلي يجنبه، وقلت لكم ان
التايب هو الأقرب لتولي هذه اللجنة، واتكلمت في أمور كتيرة جدا أنا وإسلام محمد بالصوت وبالصورة، وقلت لحضراتكم كعادتي دايما خدوا الخبر وسيبوه، وبكرة الأيام تثبت لكم أن كل كلمة بنقولها هنا بتكون بمصداقية. أنا عمري ما بشتغل أهلي أو بشتغل زمالك زي الجمهور، أنا بشتغل لصالح الرياضة المصرية، والأهلي قيمة كبيرة جدا، واستقرار الأهلي اللي دايما بنفتخر بيه وبمجلس إدارته بحكمته بيخلينا نتكلم بأريحية. نفس الأمر في الزمالك لما بنقول استقرار نادي الزمالك، لما بقول عودة النادي الإسماعيلي، الأمور دي كلها المصداقية فقط هي شعارنا في برنامجنا وفي قناتنا صدى البلد. فالمكالمة بعد شوية أنا هعرضها لكم بس عشان تشوفوا اللي احنا قلناه، قلنا ايه بالظبط في هذا الأمر. موعد كاس مصر طبعا دور ال 16 هيبقى الإسماعيلي يوم الثلاثاء إن شاء الله، الإسماعيلي مع سموحة، الأهلي مع فاركو. هل الأهلي اعتذر ولا لا؟ رسميا حتى الآن ما اقدرش أقول الأهلي اعتذر ولا لا، ممكن نلاقي الأهلي في الماتش ممكن ما لاقوش في المباراة. مودرن سبورت مع إمبي ده يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء هيكون سيراميكا كليوباترا مع زد، والزمالك مع طلائع الجيش. أحمد عبد القادر بينتظم في تدريبات قطر القطري الاثنين المقبل، لاعب النادي الأهلي أحمد عبد القادر اللي انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي قطر القطري، هيشارك يوم الاثنين المقبل إن شاء الله. القيمة للإعارة 550,000 دولار، وعبد القادر كان مدد عقده مع النادي الأهلي قبل ما يروح إعارة القطر القطري لمدة موسم جديد. الاثنين أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، مش عارف أقول إيه، يعني الله يكون في عونه وربنا يتغمد الراحل رجل الشرطة السيد أحمد السيد الشبكي بواسع الرحمات ويسكنه فسيح الجنات. لكن أنا هخصص حلقة من الحلقات لعقلية وثقافة اللاعب إن شاء الله، يعني تعدي الفتوح يا رب. يعني القانون بيقول كلمته، القانون عندنا في مصر الحاجة اللي ترفع لها القبعة وتديها تعظيم سلام، وتظل مصر دائما حصنا حصينا مع قضائها الشامخ، كل واحد بياخد حق. لكن أنا هخصص حلقة من الحلقات لتعامل اللاعب المصري مع موهبته، سواء من خلال رحلات احتراف انتهت سريعا جدا جدا مع مواهب كانت تمتلك القدرة على الاستمرار في الملاعب الأوروبية والوصول إلى أبعد مدى، وكمان على التعامل خارج المستطيل الأخضر. وأنا دايما أقولها، يا ملاعيبة كتيرة جدا ظلت راسخة في أذهان الجماهير المصرية بعد انتهاء مرحلتها داخل المستطيل الأخضر، عشان مش عشان الجانب الفني فقط، الجانب الأخلاقي والجانب المجتمعي اللي بيقوموا بيه. ويا ملاعيبة كانت مواهب تكسر الدنيا ولم يعد لها ذكر بسبب الجوانب الأخرى بعيدا عن الجوانب الفنية. فأنا هخصص حلقة أشوف الموضوع ده، إزاي نفسيا يتعامل لاعب كرة القدم مع موهبته ويحافظ عليها، لأن ربنا إدالك موهبتك في دي بتلعب بها كم سنة، حافظ عليها واشتغل على نفسك وطور من نفسك ثقافيا. هو محمد صلاح نجمنا الكبير نجح ليه؟ عشان ده قبل دي، عشان ده قبل دي نجح محمد صلاح، اشتغل على نفسه، طور من ثقافته، من لغته، من حواره، من التعامل النفسي، مش ان انا انتقل لحاجة يعني هو ما كنتش احلم بيها يعني انهار واخش في دهاليز حاجات تانية. لا، ده دي نعمة ربنا اديها لي احافظ عليها، ولئن شكرتم لازيدنكم، ده ربنا اللي قال لو شكرت ربنا على النعمة هيزيدك، ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. فده ان شاء الله هنفرد له، ونتمنى لأحمد فتوح السلامة ان شاء الله. اللجنة الأولمبية المصرية بتجهز التقارير الفنية والمالية لبعثة باريس. عاوز اقول لكم ان الموضوع جد جدا جدا،
وكان توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اللي أعلن في اجتماع الحكومة الماضي في العالمين إن الأمر جلل وإن كل الاتحادات المشاركة لازم إن هي تعد تقرير مالي وتقرير فني وتقرير كل مدار من أول ما الإعداد لغاية ما رجعنا من باريس. لكن المؤسف في الأمر برضو لغاية دلوقتي تعامل السوشيال ميديا. يا جماعة والله العظيم أحد رؤساء الاتحادات بعيدا عن كرة القدم يعني بيقول لي موقع من المواقع عمل حوار سين وجيم على لساني بدون ما أعرف. تخيل تخيل أنا أعمل حوار أسأل نفسي وأجاوب لنفسي على لسان الراجل، فقام واحد من اللاعبين اللي كانوا بيلعبوا في باريس رد على رئيس الاتحاد بناء على هذا التقرير الكاذب وبقت خناقة. واحنا بنعمل ايه؟ فمش عارف. فالنهاردة كان في بيان للجنة الأولمبية المصرية هيكون معنا على الشاشة، نزلوا لي يا وليد البيان موجود قدامنا على الشاشة. أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس أنها بصدد تسليم الجهات المعنية كافة التقارير الفنية والإدارية والمالية للسنوات الثلاث السابقة للاتحادات الرياضية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والذي تم تخصيص هذا الدعم في إعداد اللاعبين الذين شاركوا في أولمبياد باريس مرورا بجميع بطولات العالم وكأس العالم والدورات الإفريقية والإقليمية المقامة في مصر وخارجها. العالم شهد على وصول الفرق واللاعبين المصريين للمراكز المتقدمة في كافة البطولات الدولية الرسمية والتي تؤهل أو التي تأهل من خلالها اللاعبين المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. أهابت اللجنة الأولمبية الاتحادات الرياضية عدم الرد أو النشر أو الانسياق وراء ما يثار على السوشيال ميديا، وأن اللجنة الأولمبية المصرية هي المنوط بها الرد على أي استفسارات من أي جهة شرعية حفاظا على الحركة الأولمبية المصرية. تمام؟ ما يثار من قالت اللجنة الأولمبية تأخذ كل ما يثار على السوشيال ميديا بعين الاعتبار والتحقق من صحته أو عدم صحته. تمام يا جماعة؟ فده يا جماعة اللي بيثار، تقارير هتروح ومصر فيها أجهزة تحترم بتحافظ على أموال الشعب المصري وتحافظ على كبرياء الشعب المصري سواء في كافة الأجهزة، الرقابة الإدارية، جهاز مركزي المحاسبات، قبل ده كله رئاسة الجمهورية، جهاز المخابرات، كل الأجهزة المصرية نرفع لها القبعة. أمن الوطني الكل، الناس دي بتشتغل لصالح مصر. فالأمور مش بتعدي كده. والريس ربنا يبارك فيه ويديله الصحة وطولة العمر، ده بيقود مصر لكل ما هو جديد. الحقبة الزمنية اللي فاتت كويسون طيبين، ال بيخطأ أو بيخطئ بيحاسب، واللي بيعمل حاجة كويسة بيثاب. ده المبدأ اللي ماشي عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أما اتكلمت عن الأهلي وما يحدث في الأهلي قلت لكم جزء من حلقة سابقة في 11 يوليو الماضي، أشوف جزء منه بعد إذنكم وأرجع أكمل مع حضراتكم. إحنا عندنا بس الحقيقة ملفين شائكين بشكل كبير جدا. أولاً ملف التعاقدات داخل النادي الأهلي، اللي أنا بتكلم هنا على ملف التعاقدات عن المسؤول عن ملف التعاقدات وهو أمير توفيق الحقيقة. كلام كبير جدا داخل النادي الأهلي الحقيقة، بداية من الموسم المقبل سيكون في غربلة بشكل كبير جدا اتجاه ملف التعاقدات تحديدا يا دكتور خلال الفترة اللي جاية. في أسماء اتحطت؟ طبعا في أسماء اتحطت، يعني ممكن تغيير أمير توفيق بشكل كبير جدا. الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده لسه يعني المعلومه لسه عارفها من ساعات تحديدا، وما كانش ينفع غير ان انا اطلع اتكلم فيها في صدى البلد ومع حضرتك تحديدا. الحقيقه الملف شائك بشكل كبير جدا، وبدا اسماء تتردد كمان بقوه داخل النادي الاهلي ان لابد ان يكون في هيكله شامله وكامله للملف ده تحديدا، خاصه بعد فشل عدة صفقات خلال الميركاتو اللي فات تحديدا. مش هنتكلم بقى على الميركاتو ده، لا كمان الميركاتو اللي فات الطلبات اللي كولر طلبها كمان ولم تنفذ لعدة أسباب. هنيجي لوقتها وأكيد هنتكلم فيها. فعشان كده بقول لك في غربة. طيب مين أبرز الأسماء المرشحة؟ طيب بص، هو للأمانة يعني خلينا أقول لك إن
تم عرض اسم هيثم عرابي مجددا ان هو يكون موجود مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، ولكن الحقيقه برضو اللي انا عايز اقوله ان في لقى في تحفظ، يعني الاسم نفسه لقى في تحفظ على هذا الاسم. في اسماء ثانيه يا دكتور الحقيقه، ومنهم اسم الحقيقه كان شغال مع الكابتن حسام غالي في فتره من الفترات اثناء هذه الولايه يعني للمجلس، ولكن الحقيقه ما حدش عايز يعلن اسمه حتى اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي. هم دول الحقيقه الاسمين المطروحين داخل طاوله مجلس الاداره. يعني مين اللي شغال مع الكابتن حسام غالي؟ هو كان حد موجود الحقيقه الفتره اللي فاتت وتم استبعاده، يعني هو حد مصري يعني؟ مصري؟ نعم مصري؟ مصري ولكن كان شغال دايما في الدول العربيه، كان معظم شغله ما كانش متواجد هنا باستمرار. طيب يعني هو مين؟ ما انت قلت كل ما يخصه، يعني فاضل الاسم. ما انا بقول لحضرتك هو الاسم الحقيقه، يعني المصدر اللي انا اتكلمت معاه تحفظ على الاسم ده تحديدا، ولكن الاسم الثاني زي ما قلت لحضرتك هو هيثم عرابي، ولكن برضه تم التحفظ على اسم هيثم عرابي الحقيقه ما بين مؤيد وما بين معارض داخل مجلس اداره النادي الاهلي، ده بخصوص ملف التعاقدات لان عليه لغط كبير جدا خلال الفتره الاخيره. وده على فكره مش كلامي انا بس، لا اعتقد يعني كلام كمان كل جمهور النادي الاهلي ان ملف التعاقدات محتاج الحقيقه هيكله، واعتقد مجلس اداره النادي الاهلي سيلبي هذا النداء خلال الفتره اللي جايه. ده بخصوص يا دكتور ملف التعاقدات. رقم اثنين يا دكتور، والملف ايضا الشائك اللي هو ملف لجنه التخطيط اللي سيكون هناك انضمام لاسم او اسمين، ممكن نقول الاسماء هنا في صدى البلد في برنامج المصري مع حضرتك. الاسم الاول وليد سليمان بشكل كبير هيكون موجود داخل لجنه التخطيط، بالاضافه ايضا الى مكانه اللي هو متواجد فيه رئيسا لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. الاسم الثاني ايضا اللي تم ترشيحه ولقى قبول بشكل كبير جدا ايضا داخل مجلس اداره النادي الاهلي هو الكابتن عادل مصطفى الحقيقه، اللي بنسبه كبيره برضه ممكن يكون ليه مكان الفتره الكابتن عادل مصطفى مع منتخب مصر الاولمبي. انا بتكلم اللي هو يبقى موجود كرؤيه فنيه داخل لجنه التخطيط، يعني كرؤيه ان هم ياخدوا اراءه في بعض الاشياء الموجوده القرويه داخل النادي الاهلي سواء استقطاب لاعبين او ما شابه ذلك. تمام. ومروان التايب مع هيثم عرابي. بالظبط هو ده. مروان مين؟ مروان التايب. طيب خلينا نكمل. تمام خلينا نكمل ملف لجنه التخطيط، لان ايضا في لغط كبير وفي ما بين مؤيد ومعارض ان في بعض الاسماء ايضا يتم راحلها خلال الفتره اللي جايه او بدايه من الموسم المقبل ما يكونوش موجودين مع النادي الاهلي الحقيقه خلال الفتره اللي جايه. فعشان كده بقول لك دول ملفين على طاوله مجلس الاداره بقالهم بتاع حوالي 3 4 ايام عايزين يطلعوا بحلول جذريه، بالاضافه كمان يا دكتور ايهاب الى اعاده كامله وشامله لقناه النادي الاهلي، اعاده هيكله بنسبه كبيره على المنظومه الرياضيه داخل قناه النادي الاهلي والبرامج ايضا الرياضيه داخل النادي الاهلي. اعتقد هنشوف اسماء جديده داخل قناه النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. الحقيقه دول ثلاث ملفات ما كانش ينفع ان احنا ما نتكلمش فيهم قبل ما نخش على موضوع الصفقات. وايضا خليني اقول لك يعني بعد ما خرجت كده من الثلاث ملفات دول، لو حضرتك حابب تسال او تستفسر عن اي شيء انا مع حضرتك. ها تمام. ده في 11 يوليو، يعني بقى لنا شهر وي. الحمد لله الحمد لله، عشان تعرفوا ان احنا لما بنقول حاجه هنا تبقى مصداقيه. وياما اخبار انفردنا بيها من خلال الزملاء في الاعداد اللي بشكرهم شكرا جزيلا جدا بقياده طبعا صديقي العزيز استاذ احمد جلال وعمرو الجرزاوي وكل الزملاء مصطفى عادل يعني بصراحه ومايكل بنشوف بنجيب اخبار يوم اتنين اسبوع اتنين بتعرفوا مدى المصداقيه اللي احنا موجودين فيها. فده الانفراد اللي احنا قلناه من 11 يوليو. لجنه التعاقدات ادي اللي بيحصل، لجنه التخطيط ادي اللي بيحصل في النادي الاهلي. اتمنى طبعا التوفيق، النادي الاهلي دايما ياتي بكل ما هو جديد من اجل الحفاظ على بطولاته. بيراميدز هيرتدي الزي الاساسي امام جي كي يو بطل زنزبار دوري الابطال. المباراه الغدا ان شاء الله في الدور التمهيدي طبعا لدوري رابطه الابطال، القرعه وقعت
طبعا نادي بيراميدز ان هو يلعب في الادوار التمهيديه. عنده مباراه بكره الساعه 8 مساء الاحد على استاد الدفاع الجوي، وبعد كده مباراه الاياب هتكون هنا برضو على استاد الدفاع الجوي بعد ما اتفق نادي بيراميدز مع النادي بطل زنجبار على اللعب المباراتين الاثنين في القاهره. مثل بيراميدز في الاجتماع النهارده كان اللواء هشام زيد مدير المباريات، واحمد زين المدير الاداري، شريف جمال مدير العلاقات العامه. بالتوفيق ان شاء الله. منتخب مصر 2008 زي ما قلت لكم النهارده في معسكر التدريبي بمدينه الاسكندريه استعدادا لدوره شمال افريقيا في شهر 11 اللي هتؤهل نهائيات كاس الامم الافريقيه. البطوله هتكون في المغرب. الجيل ده جيل مبشر جدا جدا، وده الجيل اللي شارك في دوره شمال افريقيا الوديه في الجزائر لمواليد 2007، يعني هو لاعب منتخبات اكبر منه سنا وفاز بالبطوله. كابتن احمد الكاس، كابتن محمد ابراهيم، كابتن رامي عادل، موجود يعني جهاز فني على اعلى مستوى، احمد فوزي في حراس المرمى، الجهاز الطبي والجهاز الاداري. منتخب يبشر بالخير. النهارده لعب مباراه امام فريق الاردن الشقيق فاز 2-1. كان عندنا طبعا احرز الهدفين للمنتخب بلال عطيه وحمزه عبد الكريم نجوم النادي الاهلي. الاثنين دول دايما اقول لكم انتظروا اثنين في خط الامامي لمنتخب مصر الكبير الفتره اللي جايه حدث ولا حرج. حمزه عبد الكريم ده تحرك ثعلب تحرك. بلال عطيه القصير المكير البلي ميكر اللي يقدر يخليك تروح مع الجون زي رضا عبد العال زمان وزي ابو تريكه، وكمان عنده الهيدرز بتاعه ما شاء الله رغم ان هو يعني مش طويل، بس ولد مبشر. كل اللاعبين بصراحه النهارده سواء كان محمد طارق وادهم فريد وحمزه الدجوي محمد جابر محمد انس لعيب كبير جدا، باسل مدحت، علي باسوني، بلال عطيه، محمد حمد، ابراهيم النجعاوي، وحمزه عبد الكريم. بتمنى التوفيق لهذا المنتخب. الدوري الانجليزي طبعا النهارده ليفربول النادي محمد صلاح، ليفربول النهارده فاز على ابسويتش تاون 2-0 في الجوله الاولى، وتاسع موسم على التوالي مو صلاح يحرز في مباراه افتتاح فريقه ليفربول. مبروك لمحمد صلاح، كثير من الارقام التي تحطمت على يد الفرعون المصري. بالمناسبه هنغيب شغالينها اهل وزمالك النهارده. الراجل يعني عمل احتفاليه رمز نادي الزمالك النهارده. الناس وللاسف الاقي بعض النقاد الرياضيين للاسف هو بيحتفل بشعار نادي الزمالك. الراجل عاوز يقول ان القوس عنده تمام وجعبته ما زال فيها الكثير، هيطلع منها اهداف رماح تنال الفرق الاخرى. ده فلسفه محمد صلاح في احتفاله. مع كامل الاحترام لنادي الزمالك، مع كامل الاحترام للنادي الاهلي، سيبوا محمد صلاح في حاله، بلاش ندخله في اتون الصراعات المحتدمه ما بين الجمهورين اهلي وزمالك. الراجل عاوز يقول انا جعبتي ما زال فيها الكثير من السهام والحراب اللي هتوجه الى الفرق على مدار الموسم. طبعا صلاح اكثر تسجيلا في الجوله الافتتاحيه بالدوري بتسع اهداف. فريق ابسويتش تاون هو الضحيه رقم 28 لصلاح بالدوري، وصل ل 350 مباراه مع ليفربول بكل البطولات، سجل 212 هدف، صنع 88، ساهم ب 300 هدف مع نادي ليفربول. صلاح قال النهارده لا اعرف سبب نجاحي في المباريات الاولى. باشا يعني نجم كبير نمسك الخشب وربنا يوفقك في كافة المباريات. أتمنى استمرار ذلك طوال الموسم وليس أول مباراة. أتمنى مساعدة الفريق ككل دائما والفوز هو الأهم. الفارق بين كلوب سلوت الأمر مختلف، لأن كلوب كان معنا 8 سنوات والآن مدرب جديد. سلوت لديه منظومة جديدة ومختلفة علينا، ولكن علينا التأقلم ونكتشف أسلوب لعبه. لا نريد ضغط أنفسنا، نريد لعب كرة القدم ونستمتع ونرى ماذا سيحدث في النهاية. كابتن صلاح سليمان نجمنا الكبير ونجم نادي ام بي، وحوار في كرة القدم المصرية بعد الفاصل. لكن قبل ما اروح فاصل معلش يا وليد رجع لي بس معلش ثانية، معايا خبر مهم جدا برضو. نجمنا عمر فايت نجم منتخبنا الاولمبي اللي موجود في نادي فنار بخشة التركي وكان معار، النهارده ولفرهامبتون الانجليزي بيقدم عرض رسمي بقيمه 12 مليون دولار الى فنربخشة من اجل المدافع عمر فايد البالغ من العمر 21 سنه. فنربخشة رفض العرض وعايز 20 مليون زائد 15% حصه من البيع لاي نادي اخر.
طبعا المفاوضات شغاله، بتمنى انتقال عمر فايد الى الدوري الانجليزي. محتاجين حجازي جديد، محتاجين محمد عبد المنعم جديد، محتاجين في المركز ده مهم جدا في المنتخب المصري، وعمر فايد لاعب قادم بقوه الصاروخ، بتمنى له التوفيق. فاصل وصلاح سليمان وحوار كالعاده كل ما هو جديد معه في هذا الحوار. احنا دايما مع كل المؤسسات اللي موجودة، من ضمنها طبعا نقابة المهن الرياضية بدورها الأساسي هي الدعم والكفالة والجانب الاجتماعي والإنساني مع الرياضيين في مصر، لكن التطوير سمة مهمة جدا، سيما مشروع قومي اللياقة البدنية أو مشروعاتهم مع الجامعة الفرنسية أو باقي المشروعات. هذه يعني مشروعات مكملة ومتممة لرؤية وزارة الشباب والرياضة في قطاعات مختلفة. طبعا حدث اليوم هو عبارة عن 7 ايفنتات، الحمد لله بدأنا بالإعلان عن إنشاء قناة مصر الرياضية، تبقى قناة تغطي الرياضيين وتسمع مشاكل الرياضيين وتوصل لغاية الرياضيين، تبقى بشكل جديد مختلف جدا جدا عن الموجود حاليا. طبعا الحدث الثاني اللي هو إعلان عن جامعة الطفل، تبقى أول جامعة في العالم إنها بتتم بالبرلمانيين، برعاية طبعا وموجودة بشراكة مع الجامعة الفرنسية ونقابة المهن الرياضية. عندنا طبعا أول إنشاء كلية تكنولوجيا الرياضة اللي هنشتغل عليها إن شاء الله. أكاديمية البارالمبية المصرية اللي هي أول مرة تنشأ بالتعاون مع نقابة المهن الرياضية علشان تأهيل كوادر في المجال الرياضات البارالمبية، وده بنعتبره حدث فريد من نوعه، لأنه ده هيؤدي في المستقبل قريب جدا تطوير الرياضات البارالمبية بتأهيل الكوادر سواء في مجال التدريب أو مجال الإدارة أو مجال التصنيف، ودي أكيد هتبقى تعمل طفرة كبيرة جدا في مجال الرياضات البارالمبية، لأننا عندنا نقص كبير جدا في الكوادر الحقيقة. يعني النهاردة شفت مجموعة من المشروعات والإنجازات اللي عاملها نقابة المهن الرياضية، حاجة فعلا تستحق الإشادة. شفنا يعني شغل على مستوى عالي جدا من الناس المتخصصة والمتميزة من عمداء كليات التربية الرياضية، مشاركة فعالة بالفعل، وخاصة جامعة الطفل في الأولمبياد الخاص، فدي كلها حاجات جميلة جدا احنا شفناها، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله يكون في تعاون مؤسسي بين النقابة ورابطة النقاد الرياضيين لإظهار مثل هذه الأشياء. الناس عاملة شغل كويس جدا، عاملة مشروعات جيدة جدا، ويعني بمنتهى الأمانة هذه الأمور تستحق يعني الناس تشوفها والرأي العام يطلع عليها، وخاصة الارتقاء بمستوى المدربين والدورات الخاصة بيهم، لأن أصلا أي لاعب أو أي ناشئ هو أهم شيء المدرب اللي هيتبناه. رجعنا لحضراتكم مرة ثانية، ضيفي وضيفكم في فقرتنا دلوقتي نجم من النجوم اللي متعونا لكن اعتذروا بدري، واعتذروا بدري قوي. يعني أنا كنت دايما أحب فيه الإصرار وكنت على يقين أنه ممكن يكمل، لكن اكتشف ده كله معاه في حواري دلوقتي. نجم نادي الزمالك ونادي إنبي طبعا كابتن صلاح سليمان، منور الدنيا بصلاح وسعيد جدا بوجودك معايا النهارده. بنورك يا دكتور، وطبعا شرف لي ان اكون مع قامه زي حضرتك، وطبعا المقدمه الجميله. طبعا انا مع حضرتك من بدري من ايام المنتخبات، وده الى حد ما انا ما كنتش موفق فيها ان انا اكمل والاستمراريه تبقى موجوده. اصاباتي شويه كانت صعبه، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل راضي. طبعا الاصابات كان سببها ايه؟ الاصابات طبعا هي ليها عوامل كتير قوي، عوامل بعيد عن اللعيب نفسه، ممكن ليها مؤثرات خارجيه كتير، ممكن عامل نفسي، ممكن عامل مثلا مدير فني بيحط تمرين لود زياده ما بيحطوش بحاجه علميه منظمه، ممكن انت برضو مش نصيبك. هي اصابه لحد ما كانت كبيره شويه، يعني مثلا تتكلم في صليبي
وغضروف داخلي وغضروف خارجي وتر صابونه وشال مفصل، ده كله في ركبه واحده. ريكفري بتاعي سنه ونص، وما قدرتش ان انا ارجع بنفس القوه نفس الاداء بتاعي، بس ما ساعدتش عادي يعني. مع احترامي في ناس كتير برضه يا دكتور بتخش جوه المنظومه وبتتساعد. انت واحد بتبطل 29 سنه صعبه قوي في عزك. والحمد لله يا دكتور انت بتتكلم، انا مبطل 29 سنه، انا لعبت 324 ماتش، سبت 324 ماتش في الدوري الممتاز. لعبنا 2006 16 سنه و8 شهور في نادي المحله. فالحمد لله عملت شويه بس في الحاجات الحاسمه، مثلا بطوله الاولمبيات، انا من كابات المنتخب الاولمبي اللي هو منتخب اولمبياد لندن. أيوة. تمام. في بطوله العرب اللي لعبناها مكان المنتخب الكبير اتصبت في ماتش العراق قبل البطوله ب 20 يوم ما قدرتش ارجع. ايه التوفيق من عدم، وبتبقى شويه ده بتاع قدها نصيبك وقدرك. نصيب صحيح. ممكن انت بتاثر في التمرين وما بتديش التمرين حقه. انا شفتها منظور ممكن تفكيري صح او غلط. اصابتي الاخيره كنت شويه حاسس ان صلاح بيأدي بصفه كويسه قوي، وفي اي وقت ممكن لو اتمرن تمرينتين في الاسبوع ينزل يلعب. هي مش عدل. انت اوريدي مضى عقد، لازم تحلل فرصه جزء طبيعتي اصلا. انا اتمرن جامد وشغلي والكلام ده، فحسيت بنفس الشويه اللي هو انا مش واصلالي. الانسان ما بيحسش بيها. الغرور مش هتحس بيه، اكيد مستحيل هتحس بيه. بس هو بجد ما كانش غرور، هو ممكن تخاذل من الانسان، من الشخص اللي حواليك. ما كانش حد بينصحك؟ مش موضوع بينصحك. انت برضه يا دكتور انت بتلعب في منظومه ام، منظومه محترمه وبنادي وبننافس وبنلعب بمربع ذهبي ثالث دوري، التفاصيل دي كلها. بس ما عندناش برضه جمهور يحاسبك، مع احترامي برضه فاهم، بتفرق التفاصيل دي، تفرق كتير قوي ان اللعيب يبقى عامل حساب جمهوره وان هو يجدد من اهدافه ويكبر ويعمل انتاج اكتر عشان يبقى عنده رصيد عند الجمهور ورصيد لنفسه هو كلاعب. انا في نادي انبي بعمل ماتشات جامده جدا بس مش متشافين قوي. ايفن لو الاعلام والكاميرات وكل، بس انا عايز الجمهور، مهما كان عايز الجمهور ده هو اللي بيحرك، هو اللي بيحرك. انا عايز الجمهور تمام. انت عاوز تفاعل زي ما قلتها في الانترو مع الممثل على خشبه المسرح. تمام. عاوز اللي قدامه يسقف له ويضحك معاه يتفاعل معاه يطلع نفسياً. كل طلع كل اللي جواه. والعامل النفسي تمام، عامل نفسي من العمر مرتبطه بالاصابات وكل حاجه. طبعا نفسيا كمان نفسي. لما جمهور يديك شغف وباور وبيشحنك انا بنتج اكتر، يخليك تطلع. انا بنتج اكتر طبيعي. ما تيجي نتكلم عن بداياتك، بدات ازاي؟ انا بدات 2001 في نادي الزمالك، ناشئين نادي الزمالك مع كابتن محمد توفيق. وقعدت سنتين طبعا. انا من المنصوره، ما قدرتش ان انا اواكب طبعا الغلو. المنصوره دي طول عمرها ولاده. والله العظيم بجد. طبعا طول عمر كبيرة. المنصوره ومحافظه الدقهليه ولاده طبعا. اسماء كلها. كبيره. اسماء كبيره قوي من المنصوره، من عندنا من تاريخ منصورة أجواء يعني بقراها المختلفة ما شاء الله يعني. طبيعي احنا اصلا الكرة في مصر كانت ناجحة بالتفاصيل دي. منصورة، محلة، التفاصيل دي فيها تفاصيل وعوامل الشخص فيها. ايفن لو العامل الفسيولوجية اللي حواليه او عامل البيئة اللي جنبه دكتور مش مساعداه، بس هو من جواه عنده كده كده طبيعة الشعب المصري عنده اللي هو الجزة والروح والكلام ده. فهي متأصلة فيه. ما عندوش العامل بقى ملعب كويس، ما عندوش تغذية، ما عندوش ان هو يجيب شوز كويس. الحاجات دي هتأثر معه بعد كده. تأثر ان هو يبقى لعيب بروفيشنال ويساوي، يقدر ياخد قرارات. الحاجات اللي احنا عندنا مشكلة مش في الكبير ولا مشكلة في اللي ماسك بيدير، لا المشكلة في اللي بيعلم. هو اللي بينجح المنظومة كلها. البدايات. البداية صح. اللي بينجح المنظومة اللعيب. هتكلم، انا هتكلم معاك عن الناشئين، لكن خلينا البداية 2001 نادي الزمالك. الزمالك، وبعد كده رحت على المحلة. لا وانت ناشئ. تمام. محلة ناشئ برضو. كنت في الزمالك مع كابتن محمد توفيق. قعدت سنتين ما قدرتش الغلو طبعا، ما قدرتش السفر والهنا وهنا. تمام. رجعت بقى لايه؟ اجوارك المحله. اللي كانت مدرسه طول عمرها. تمام. كنت مع مين في المحله؟ كنت مع الكابتن عبد العظيم الشورى. وبعد كده افضل الهدافين طبعا على مدار مصر. طبعا طبعا كابتن عبد العظيم حاجه، ومنتخب مصر ومحله فيرود كبير جدا. كان حاجه حكاية. تفرح سريع وبيخطف لا كان حكايه. طبعا. وكابتن سيد محرز. وبعد كده لعبت سنتين واتصعدت فريق اول في المحله. في المحله. الكابتن ابراهيم يوسف صعدني في المحله. السنه اللي كان الكابتن ابراهيم يوسف
دايما يجيب من الاقاليم، كان هو دايما كده ينزل للقرى اللي في المنصوره واللي في الغربيه واللي في المنوفيه ويجيب وعمل عمل فرقه لاعبين منتخب مصر طلعوا من عنده. طبعا في لعيبه كتير طبعا كان موجود كابتن فتح الله طبعا وموجود محسن هنداوي راح فتره وشيفو هو اللي جابه طبعا صح دكتور طبعا محسن هنداوي والمجموعه كلها كان ده كله فتصعدت انا من وانا 17 سنه لعبت والفتره دي الحمد لله انا كنت في المراحل السنيه بتاع المنتخبات موجود من اول البراعم من اول البراعم الكابتن علاء نبيل اللي بعد كده الشباب الكابتن ربيع ياسين بعد كده الكابتن هانر سكوب وبعد كده الكابتن ربيع ياسين الدنيا سوري الكابتن هانر رمزي في كاس في الاولمبياد فالدنيا بدات الحمد لله الاسم يسمع يكبر. لحد ما بالتعب وتوفيق ربنا طبعا جالي الزمالك في 2009 والصفقه ما تمتش كان ساعتها البلديه درجه تانية والمحله كمان بتنزل وطنطا مش موجوده فالغربيه كلها مفيش حد فكان مفيش اللي مشي رفضوا اللي انت تنتقل اللي مشي بس هو كان دروجبا وعبد الحميد شبانك احمد حسن وعبد الحميد فاضل 6 شهور في عقدهم كان فاضل 6 شهور في عقدهم اصلا في الفتره دي خلاص يعني يستحق يعني سهل ان هو يتباع ما توافقش ان انا امشي في الفتره دي وقال يلعب كاس العالم اللي في مصر هنا ونسوق ويتسوق بعد كده ما وفقتش بعد كاس العالم جالي صليبي واربع شهور اهلت مع الدكتور علاء شاكر حاجه بصراحه اسم كبير بصراحه حاجه تحترم حاجة ما شفتهاش كناحية بدنية تأهيل إصابات بصراحة شغل بروفيشنال قوي بس أنا مستغرب إن هو بعيد عن الساحة هو تاريخه كبير قوي معاك أنا معاك أنا مستغرب دكتور علاء إحنا خاسرين قيمة كبيرة قوي بجد كبيرة كبيرة يعني فطبعا بشكره إن هو قدر إن شخص يرجع من صليب وغضروف ترجع في أربع شهور ترجع تلعب في منتخب اولمبي فجأة نفسك بيساعدك لقيت نفسك في الزمالك فهنا الموضوع من اصابه صليبي ان حياتك انت 19 سنه صليبي صح لسه فاربع شهور وربنا يوفقك وبتتعب وتروح في المنتخب الاولمبي بتقدم ماتش كويس تتشاف من مثلا الكابتن حسن سال صلاح كويس رجليه بقت كويسه ولا لا جت كابتن اسماعيل اتفرج على ماتش الاردن قال له صلاح كويس انا في المنتخب رجله بقى كويس خلص ورحت الزمالك تمام هتوقف عند الزمالك هي الاصابات دي سبحان الله ممكن لاعب يبقى مكسر الدنيا وتيجي يعني في مرحله النشيل اللي انت بتتكلم فيها عمر سيد معوض ابن الكابتن سيد معوض عمر ده ولد يعني بص مصر كلها شوف درابل وحريف يعني بيقولوا ميسي بص حاجه ثانيه وجاي له العقد بتاع في ريال بيتيس في اسبانيا سبحان الله والفريق جاي بكره ويقول له رباط صليبي ايوه فهو بدا التأهيل وراجع تاني فده ولد برضه يعني ايه ربنا يحميه ويحافظ عليه من الاصابات يعني هي الاصابه بتبقى لعينه بكل تاكيد طيب اكيد انتقلت للزمالك البدايات يعني دايما يقولوا اللي جاي غريب للزمالك استقباله بيبقى صعب شويتين كواليس يعني دايما يقول لك انا دايما رغم ان انا عاشق لمدرسه الزمالك بس دايما يقول لك الشلاليه في نادي الزمالك واللاعب اللي جاي من الاقاليم بتبقى يعني ليه المعلمه بتبقى عليه كتير ده لقيته الشلاليه موجوده في اي مكان في اي وظيفه حضرتك بتبقى ليك رصيد في النادي ده او ليك رصيد في الهيئه دي موجود بقى عدد سنين اكتر فبتكون علاقات طبيعي بس ان هو يضطهد حد اكيد لا لا اكيد الانديه الكبيره مش هتضطهدك انا مدخولي نادي الزمالك يعني معظم الناس كان ليها طبيعي انت لعبت ضد الناس دي قبل ما تيجي نادي الزمالك ففي في تاتشات في مواقف في حاجات بتحصل مع الكابتن عبد الواحد السيد وشيكا وميدو ان هم يقربوك للتيم الناس دول الكبار بيقربوا بجد ومفيش بقى اللي هو ده حاجه جميله لا ده بجد كابتن عبد الواحد وميدو خبره كبيره انك 19 سنه وتخش مثلا على الكابتن ميدو اللي هو ان عالمي بتخش عليه بالقوه دي طبيعي الملعب انت نزلت ارض الملعب انا اتعلمته متساويين بس برضه في احترام لازم تخاف عليه لا انا العب جامد فبتقول له سوري او كذا لا مفيش سوري هو نفسه اللي بيقول الكابتن ميدو يقول لي ما تقولش يعني فاهم العب ده لعبك ايه سوري ده لا العب خلي شخصيتك كده ما تخافش كمل الحاجات دي بتقربك بتشيل الخوف والرهبه وانت بتكمل بقى فساعدوني طبعا وقدرت اخش مع الجمهور طبعا ان هو الفترة دي برضه يا دكتور الحمد لله انا كنت مسمع فيها بجد انت 3 مليون و800 الف
رقم كبير. وانا ماشي، انا ما قيدتش في الفريق الاول، انا مقيد ناشئين بس بلعب في الفريق الاول على طول. فالحمد لله ربنا اداني الخير من بدايه، بس انا موضوع الاصابات كنت بعيد شويه. الاصابات هي اللي خلتك تنتقل من الزمالك لايه؟ لا ممكن سبب. طب الاسباب التانيه؟ سوء تفاهم من الكابتن حسام شويه. الكابتن حسام حسن انا بعشقه طبعا. وهو عارف الكلام ده طبعا، وبتمنى له التوفيق في كل حاجه ان شاء الله. ايه اللي حصل؟ نفسيا احنا شويه، انا كنت ركبتي اللي انا عامل فيها عمليه جالي مشكله فيها، حسيت بالم شويه. فانت بتتكلم ان عندنا ماتشين مهمين في افريقيا، كان ماتش مازيمبي والهلال السوداني. فانت عندك الاولويه لو كسبت تصعد المجموعات. حصل سوء تفاهم ان انا ما قدرتش العب الماتش الاولاني، رجلي وجعني، ما كانش في عدد غير 13 لعيب فقط في التيم. الماتش الثاني لقيت نفسي ما بلعبش برضو. وفي الفترة دي كمان كان الكابتن أسامة بيه بيطمن، يا صلاح أنت قادر إن هتلعب؟ الكابتن شاوم هيتفرج عليك، قادر أنت هتلعب الماتش الجاي ولا لسه مصاب؟ قلت له إن شاء الله ألعب، على أساس إن مفيش لعيبة، إحنا 13 لعيب بما فيهم جنش معاه تيشيرت لاعب وتيشيرت حارس مرمى في أفريقيا ساعتها. فلقيت نفسي برضه ما بلعبش. هنا الصدام، اتحطيت رقم 7. فخلاص، ما انا احترم وجهه نظرك يا كابتن، وطبعا ده نادية وعملت فيه واللي عملني واداني خير كتير، بس انا بحب العب. يعني انا حسيت ان انت اتظلمت. طبعا. رغم ان اللي كان جايبني 2009 كابتن حسام. هو اللي طالبني 2009. طبعا. امال ايه اللي حصل؟ ما هو هنا الميس اندرستاندنج، اللي هو صدق ان صلاح ما فيهوش حاجه. ان هو طبيعي، انت فرق ما بين الماتش والماتش حوالي 9 ايام. انت منين كنت مصاب ومنين كنت بقيت كويس معاك؟ انا وانت روحك واهتمامك بفرقتك وان في نقص في اللاعبين خلاك خلاص تيجي على نفسك. اجباري، انا باجي على نفسي. هم معظم المدربين اللي مرنوا صلاح هو عارفين صلاح هو الرجوله هنا. هو حتى كمان لو عنده المشكله والفرقه محتاجاه بينزل. هو اتحطيت رقم 7، بعت خلاص. انت بتاخد طريق بقى، عايز تنجح، انت 23 سنه. يعني لسه صغير. ما تسرحتش في قرارك؟ اتسرعت، لان دايما لما بتلعب بنادي بحجم الزمالك او الاهلي ده في حته ثانيه. اقول لحضرتك حاجه، وحضرتك انت قلت التسرع من غير ما اكمل. انا الكابتن حسام مشي بعد 20 يوم. يا سبحان الله، يعني انت يعني مشي بعد ماتشين من الدوري، ما خسرنا السوبر من الاهلي اللي كوفي وابراهيم صلاح واحمد سمير ضيعوا. الكابتن مشي بعدها، مشي في بعد ماتشين من الدوري. يعني قعد 20 يوم وهي نصيب. واتقابلت مع الكابتن بعدها بفتره، وكان هو ماسك الاتحاد وعمل موسم جامد قوي، كان كسبان الاهلي باين 4 و3 وفنش في مراكز كويسه. وانا رحت منتخب مصر، لما رحت انبي لعبت في بوزيشن تاني، لعبت ميد فيلد 6 وربنا كرمني برضه. في مدربين بيحبوا ويكرهوا؟ كل بيحبوا ويكرهوا. كله؟ كله كله، ايفن الاجنبي. واحد بيقول لك الاجنبي بيحبه شو؟ لا، بيحبه وبيكره برضه. ده بجد. ده ممكن يخليه ان هو يلعب واحد على حساب تاني افضل منه؟ الذكاء هنا، الناجح مش هيعمل ده. الناجح مش هيعمل ده، هيحبني بره الملعب، هيبقى لطيف معاه ودود، بس مش هيجي على مصلحته. لكن في حب الكوره جوه الملعب؟ طبعا في كتير. يتلاشى لك حاجات. هو حبك، فما ممكن ما يبقاش شايفها. اوريدي. هو انت عملت الغلط، خلاص انا مش شايف. طنش. كتير. بس هو لو بيحبك هيقيمك، يقول لك لا ده انا الغلط اخليك تصلحه عشان هيقيمه. هيقيمه ما بينه وما بين نفسه. ان هو مش عايز يجرحه قدام اللعيبه او قدام الناس اللي موجوده او ايا كانت التفاصيل، تمرين او ماتش. الفكره طالما حبيتني انت مش هتحرجني قدام حد، تحرجني ازاي؟ مين اكتر مدرب ارتحت معاه نفسيا؟ اللي بيتعامل نفسيا مع اللعيبه. اجمل مدرب بيتعامل نفسيا مع اللعيبه بالترتيب الكابتن حسن شحاته، الكابتن ايهاب جلال، الكابتن علي ماهر. اللي اتعاملت معاهم اكتر ثلاثه نفسيا اتعاملت معاهم حاجه يعني تفرح بجد. ومين اكتر واحد فنيا فادك؟ اكتر واحد فنيا فادني الكابتن ايهاب جلال والكابتن طارق العشري. كابتن ايهاب جلال وكابتن طارق العشري طوروا منك؟ طبعا. كتير طبعا. انا مستمتع وعندي اسئله كتيره جدا فيما يخص نادي الزمالك والدوري المصري، لكن بعد ما ارجع من الفاصل اكمل معاك هذا الحوار. الفاصل وانا خالص.
رجعنا لحضراتكم مرة ثانية، وهذا الحوار الممتع مع نجمنا كابتن صلاح سليمان. في الفاصل بتكلم وبضحك معاه، بقول له دايما اللعيبة اللي بتيجي من الأقاليم هي اللي بتثبت نفسها، لأن بيبقى في باور وفي قوة وفي عزيمة وفي إصرار وعاوز يثبت نفسه ويثبت ذاته. هو ده دي الحقيقة. طيب عجبك حال نادي الزمالك السنة دي؟ بصراحة لا، يعني أنا شايف طبعا مجلس إدارة دخل على تركة كبيرة قوي ان هو يحل بمشاكل من هنا بتفاصيل كتير، وان هو عايز يدعم الفريق وعايز يخلي تفاصيل بعيدة عن الكورة كمان تتحل في الباسكت او في الفولي. التفاصيل دي كلها عاملة لود كبير وبتطلع من مشكلة لمشكلة تانية، وانت مطالب انت تحقق بطولات. انا راضي على الكونفدرالية، بس بطولة كنا بنحتاج اليها، وهي يا دكتور لو انت حسبتها بالمنطق وبالتفاصيل انت معاك منافس قوي النادي الاهلي. انت في اول 12 ماتش انت خسران كتير مع سوريا، ده انا قلت النهارده خسران كتير، استفاق مؤخرا. لا هو في الاخر استفاق في الاخر، ايوه ما هو خسر من البدايه سوريا اللي كان موجود. اللي عايز لازم يحافظ على كل نقطه من البدايه، حط في حصالتك كل نقطه امسك فيها. انا فاهم حضرتك، بس دلوقتي يا دكتور انا خسرت حوالي 11 بونت في اول 12 ماتش، يعني خساره كبيره قوي لنادي الزمالك. 11 بونت دول ممكن تخسرهم في الدوري كله، يعني ده الطبيعي. فانك تخسره في اول 10 ماتشات اللي هو الثلث الاولاني من الدوري ده ازاي؟ لا مش طبيعي، مش الزمالك. هنا الموضوع خلاص، انت بنسبه كبيره حتى كمان الجمهور ممكن يبقى كان عنده امل مع جومش ان هو يقدر يكمل. لا ما صعب، هيكمل فين اللعيبه اللي هيكمل بيها؟ فين بجد؟ يعني جومز ظالم ولا مظلوم؟ مظلوم والله، مظلوم والله، مظلوم. مدرب كويس؟ كويس بالنسبه له، مدرب كويس لو في سكواد معاه، يعني يعمل حاجه كويسه. يعمل بجد، مع احترامي هنقارن التفاصيل برضو الاحتياطي والاساسي ما بين الزمالك ما بين اللعيبه في نادي هنا التفاصيل. مفيش اي حد من الثلاثه اللي فوق، اهلي او بيراميدز او زمالك، الاحتياطي بتاعنا مش نفس القوه بتاعتهم. ايفن كمان انت ما عندكش الناس الاساسيه اللي هي بتشيل مصابين، يعني ما بيبقاش موجودين. اساس الديفنس اللي هو 70% من الديفنس لونش، انت تفاصيلك انت عمال يخش فيك جوان كتير قوي، هي اساسها لونش. حسام عبد المجيد ممكن يظهر بمستوى شويه لحد ما بعيد، انت لو يعني ربنا يعدي فتوح على خير، لو فتوح ولونش موجودين في خط دفاع الزمالك حدث ولا حرج. الموضوع اتقفل بقى خلاص، ما دول اصلا ديفنس منتخب مصر، ديفنس منتخب مصر اللي بيلعبوا. لونش ده واحد من اللاعبين اللي يعني اتولدوا رجاله في المكان ده، لكن اصاباته سبحان الله. ما هي بتبقى لحد ما طبعا نصيب ليه، ما هو الاصابات برضو في انا اتعلم الوضع الحركي وانا بنزل او صح بطلع على الجنب، لازم يدونا الثقافه، ما حدش بيعلمنا. مفيش، ما هو احنا عشان ما اتعلمتهاش وانت صغير، ما هو ما خدتهاش. انت لو علمتني واديتني مثلا شرحت لي نظري قدام وقلت لي يا صلاح انت هتطلع للجنب كذا وهتنزل بالوضع التشريح بتاع جسمك كذا وتمثل لي ده قدامه واشوفه، خلاص ده يخلينا نهتم بمدرب الناشئين، ده اجباري، ده اهم شيء. البراعم اجباري، لازم يبقى حد بروفيسور يعلم، معلم. انما الكبير خلاص بقى هو خلاص التفاصيل كلها منه بقى، ابداعه هو مع بعض الحاجات الخططيه بتاعتك. انما هنا الموضوع عندنا والله من تحت، من تحت. لو اعلم اللاعب يتمركز ازاي، ادي مساحات ازاي، ارحل ازاي، اطلع ازاي، انزل صح. الاساس في اللعيبه، لو غيرنا 100,000 حد النهارده. لا انا اتمتعت، مش عارف انت اتفرجت على المباراه دي ولا لا، اكيد مباراه مصر 2008، مصر منتخب مصر 2008 قدام الاردن مع الكابتن احمد الكاس النهارده مع الاردن. كان نفسي تشوف تحرك الخط الهجوم اللي قدام بلال وكريم، تمام؟ نفسي تشوف الاثنين حمزه وبلال بيتحركوا مع بعض ازاي، تشوف الولاد ما شاء الله بالعين وبالنظره وازاي افضوا وازاي طلع. لا لا لا، حاجه اقول لك، العيال دي متاسسه صح، متاسسه صح. ومعاهم الكابتن احمد البوزيشن ده انا صحيح. بتاعي صح. خلاص ده انا مزبوط. حاجه مختلفه عن اي حد، فاوريدي هو عارف ورامي عادل ومحمد المهام بصراحه. تمام. اسماء كبيره. انا بتكلم على الكابتن احمد ان هو يديك حلول هجوميه. لازم تطلع من حد فكره لعيب جامد قوي. انا بالنسبه لي مثلا ميكالي بيعمل طريقه خططيه كويسه، بالنسبه حفظ كويس جدا، دفاعي كويس جدا. بس الناحيه الخططيه الهجوميه ما فيهاش الابداع الاول. بس ممكن
ان انا ما عنديش ايوه اللي القماشه الكافيه ده حقيقه، فعشان كده ممكن بيعتمد على الايه. هل انت مع استمرار ميكالي ولا لا؟ انت عندك جيل ممكن تعده الاولمبياد 28 وتبني عليه، وعندك اجيال تحت 5 و6 و7 و8 على اعلى مستوى. انا لا، انا اشرح لحضرتك يا دكتور، لا انا كصلاح لا، ادي للناس اللي هي موجوده ومكمله، الكابتن وائل ماسك ومكمل يكمل وينجح. مش معنى ان ميكالي نجح مع دول ببعض التفاصيل ان هو قدر يجمع اللعيبه دي وان هو يقدر يعمل بعض نتيجه ايجابيه احنا ما كناش نتوقعها. دي حاجه كويسه، بس انا جيت شفت في ماتش المغرب اللي انا زعلت جدا مع احترامي، اخسر من فرنسا ما كتير. خسرش النتيجه دي انا معاك. ما طبعا بنحترم المغرب وهم عندهم وشغالين كويس، بس انت برضو مصر ما تخسرش الستة معاك. بس فكر المدرب ليه بقى مش متنوع، انت طول البطوله بتلعب ديفنس. الماتش الوحيد اللي حاولت تفتح فيه عشان دخل فيه الجون بدري كشفت يعني في مشاكل كتير بجد، عشان اللعيبه مش متعوده على الحاجات الخططيه الهجوميه كتير، هو معودهم التركيز الاكتر على الناحيه الدفاعيه. وده مش لعبنا. وده مش لعبنا، وبان بطلوع زيزو كمان بانت ان الخطوره قدام بعيد قوي. مين المدرب الاجنبي اللي جاء وساب بصمه في الكره المصريه على سبيل في المنتخبات من وجهه نظرك؟ منتخبات مش انديه. كروش اكتشاف لاعبين طبعا كروش ونفسيا كان كويس وعارف بروفيشنال قوي بقى جد. ده اللي بروفيشنال قوي جديد بجد. انا معاك فيه. طيب ايه المراكز اللي الزمالك محتاجها؟ الزمالك محتاج كتير، محتاج مش اقل من 10. يعني محتاج في حراسه المرمى، محتاج واحد في الديفنس، محتاج الديفنس محتاج 2 مثلا باك ليفت وواحد ستوبر، نص ملعب نحتاج واحد 6 مع دونجا، 2 وينجر و2 سترايكر جامدين. بس الحاجات بره الصندوق يا دكتور مش اللي هو المعتاد، لا انا عايز اعمل صفقات الكواليتي الخاصه بنادي اللي يليق بنادي الزمالك. طبعا اللعيبه دي كلها محترمه ولاعيبه مجتهده، بس الفرص الاكتر بنجاحهم مش شخصيه نادي الزمالك، بره نادي الزمالك. إمبي بدا الدوري يعني كان في المربع الذهبي وبيزاحم، وانا سعيد جدا لان لعبته من قطاع الناشئين وده شيء جميل جدا في نادي إمبي، لكن انهى الدوري بصوره خلاف ما بدا بيه وانهاه في المركز التاسع. ايه اللي حصل أنا ما بين البدايه والنهايه؟ بدايه إمبي طبعا اذا انت بتتكلم عندهم ان القاعده في الناشئين كبيره وبيهتموا بيها، عشان كده هم قادرين ان هم يفضلوا في نص الجدول او بيبقوا في المربع الذهبي في بعض الاوقات من غير ما يصرف كتير، بالعكس بيكسب صح. طبعا الفرق ان إمبي لما بيحس ان هو متشبع ووصل للهدف اللي هو عايزه، اذا كان ان هو يفضل في نص الدوري او السادس او في المراكز الاربعه، فهو حس ان هو الدور الاولاني حقق ابنات كتير فارتاح. هو هنا الموضوع مفيش جمهور يضغطني، خلاص انا وقفت لحد هنا. يعني انا فكر لحد هنا كلعيبه، المطلوب منه كاداره، ما طبيعي الاداره برضو ممكن هدفها الفتره دي ان هي تسوق لعيبه وتبقى في الاطار ده في الدوري. انا شايف هو هدف الاداره الاستثمار ويفضل موجود في الدوري بس. تمام. بيراميدز تقيم تجربته لغايه دلوقتي ازاي؟ تجربه محترمه ونادي كبير، وفي 5 سنين ان هو يقدر ينافس اهلي وزمالك المنافسه ويبقى في المنطقه دي مش سنه واحده. بدون جماهير. بدون جماهير. طبعا مش سنه واحده، ما عشان في العامل المادي بيجيب احسن كواليتي لعيبه، يعني اجمد ناس بصراحه. مين اكبر نادي متعك بكره القدم السنه دي في الدوري؟ اكتر نادي متعني بكره القدم بيراميدز بصراحه. مين اللاعب اللي شفت فيه صلاح سليمان في الدوري؟ اللاعب اللي شفت فيه صلاح سليمان في الدوري احمد صبيحه بتاع إمبي. احمد صبيحه راجل لعب راجل ومجتهد وبيتحرك كويس وصاحب قرار، بس مشكلته شويه في العرضيات عشان لحد ما القوام بتاعه صار شويه. منتخب مصر مع كابتن حسام حسن ان شاء الله هيحققوا حاجه ونقدر ان شاء الله نعمل حاجه في بطوله افريقيا. اوريدي ان شاء الله هنصعد كاس عالم تعدي 80%. نجاح الكابتن حسام بص له منظور ان الفرقتين اللي لعبهم اقوياء مش بتوع فيتوريا،
يعني مش نفس القوة انك تاخد 4 من 6 وفي ماتش 4 من 6 بونت وفي ماتش كان بره ارضك انت خلاص حققت ال 80%، انت وقفت مالي خلاص وقفته وخلاص انت هتكمل بقى 80% من الكاس العالم ان احنا وصلنا ان شاء الله نوصل هنا. شغل الكابتن ان شاء الله افريقيا ان شاء الله يقدر يبقى في النهائي ان شاء الله. عندك مباراتين الاول في التصفيات امام الكاب فيردي قدمت مستوى كبير جدا، فرقة كويسة جدا. شايف طبعا الراحه السلبيه اللي فيها اللاعبين ممكن تؤثر على منتخب مصر في المباراه على ارضنا وبعد كده بتسوانا؟ لا مش هتاثر، اللاعيبه مش واخده راحه سلبيه، لا هي واخدين راحه سلبيه ايجابيه، بيعملوا بعض التمارين بيبقوا في وسط اتنين بدل ما يعمل كل التمرين بيعمل جزء مثلا بسيط اللي هو حاجات تفاصيل صغيره وبيرجع تاني بيريكفر وبيخش في المنظومه. لا صح مش هتضر المنتخب. هل في مجال التدريب قريب؟ اه طبعا ان شاء الله. هتبدا بقطاعات الناشئين ولا؟ انا بالنسبه لي شخصيتي شويه مش هقدر اوصل المعلومه للشخص للناشئ البرعم الصغير. انا ابقى مع حد شاطر شخصيه تعلمني ابقى تاني تالت رابع، بس حد شاطر واتعامل مع ناس كبيره، حد يبقى شاطر اتعلم منه. نورتني وشرفتني وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله ونشوف صلاح سليمان مره ثانيه في الملاعب من خلال مجال التجديد. شكرا لحضرتك يا دكتور، ربنا يخلي حضرتك. دي كانت حلقتنا النهارده من الماتش، غدا ان شاء الله حلقه جديده من الماتش في تمام 11 مساء. حتى هذا الموعد لكم من كل التقدير، الى اللقاء.